نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم. أنا أخبار يا جماعة صوت واضح؟ الصوت سامعينه كويس يا جماعة ولا إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله. طب بسم الله الرحمن الرحيم. في حد مشكلة من المرة اللي فاتت؟ حد عنده أي سؤال؟ عنده واجهته مشكلة في المذاكرة ولا حاجة؟ طب في حد جديد معانا أول مرة يحضر؟ أستاذ ربيع أول مرة تحضر؟ طيب تمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ عثمان. تمام يا شيخ. ما انا بترجم يا استاذ عثمان، يعني انا بكتب الانجليزي وبترجم، صعب قوي نطلع مع بعض، هيبقى كتير قوي. امال انت عايز ايه؟ امال انت قصدك ايه طيب؟ عايز نكتب من حساب والى حساب؟ يعني المفترض ان دي مفهومه، يعني مش محتاجه كتابه يعني. ماشي اتفضل يا صابر. اللي فوق بيبقى المدينة، يعني اللي بكتبه فوق ده المدينة، اللي بكتبه تحت ده الباقي، اللي هو بالانجليزي يديكوا كريدت. ايوه تمام. انا بدي المكتوب بالانجليزي وبترجمه بالعربي. لا انا اختلاف، مفيش اختلاف. لا هو بس عندي حاجه واحده هحولها لكم النهارده، اللي هي لما بيجي يكتب الحساب بتاع الاستاذ، بتاع حساب استاذ، بيبدل بس، يعني بيكتب احنا عندنا في المدين والشمال في الباقي، هم عندهم العكس، المدين بيحطوه في الشمال والباقي بيحطوه في، ماشيين زي الانجليزي كده، من الشمال لليمين. ازعل ليه منك بس؟
مفيش زعل ولا حاجة. طيب تمام، نبدأ يا جماعة. توكل على الله. الصوت بس أهم حاجة، تمام، والناس سامعاه كويس. طيب تمام. يا مسامحة، إحنا خدنا على مدار 3 محاضرات لغاية دلوقتي إيه؟ خدنا أول حاجة تصميم، وبعد خدنا إزاي نحسب الكوست أوف جود سولد. كل الكلام ده طبعا كان ممكن يتاخد في محاضرة واحدة، بس إحنا يعني إيه كنا ماشيين واحدة واحدة يعني عشان الناس تفهم، والناس اللي هي ما عندهاش خلفية برضه تبقى عندها خلفية، فما تكناش قوي في الشرح. و أيوة أنا بحب المواعيد، بحب المواعيد. أول حاجة خدنا إزاي بنعمل تصنيف، بعد التصنيف عملنا إزاي إن إحنا نحسب الكوست أوف جود سولد أو الاحتياج في البضاعة المباعة، اللي هي طبعا جاية من البداية أوي، يعني من أول ما ابتدينا نشتري مواد خام لحد ما نبدأ نصنع، وهي دي المراحل البسيطة أوي بتاعة التكاليف. يعني مفيش أي حاجة تانية بتحصل غير إنك تجيب مواد خام وتبدأ تدخلها للمصنع أو التصنيع، تصنعها تطلع منتج نهائي، تدخل المخازن، بعد كده تتباع. يعني هي مراحل بسيطة جدا، لكن المشكلة بقى في التفاصيل بتاعة التصنيع. يعني هي المعضلة كلها بتاعة التكاليف، إن أنت إزاي يبقى عندك تكاليفك توزعها إزاي، وإنك أنت لو عندك أكتر من منتج وبين المنتجات. أستاذ صبري هيكون معايا في السوق إن شاء الله، لو في حاجة يجمعنا على طول. اللي عنده مشكلة في السوق ممكن يعمل ريفرش. طيب تمام. زي ما قلنا كده، هي التفاصيل ديت هي اللي بتخلي المشكلة في التكاليف. يعني احنا طيب تمام، مش هحط الصوت كده. تمام. تمام. هي الحته دي بس ان ايه ازاي انت تتعامل مع التكاليف بقى جوه التصنيع نفسه، لما يبقى عندك اكتر من منتج، يبقى عندك اكتر من ماده خام، المواد الخام ممكن تتداخل مع بعض، وممكن يبقى عندك ماده خام تطلع لك اكتر من منتج، ازاي انك انت توزع بقى الماده الخام دي على اكتر من منتج ده، وانك انت يبقى عندك تداخل في المنتجات وتداخل في العمال. هي دي بقى المشكله، انك انت ازاي توزع تكاليفك على المنتجات المختلفه دي بصوره عادله، بصوره ما تخليش منتج يتحمل تكلفه منتج تاني. فاحنا ابتدينا بمثال بسيط قوي المحاضره اللي فاتت، يعني ان احنا بنصنع منتج واحد نهائي من ماده خام واحده، يعني احنا ما تلتهاش الدنيا خالص. الموضوع هو منتج واحد مفيش غيره بيتصنع من ماده خام واحده، وطبعا يعني حتى العماله المباشره هي نوع واحد برضه، يعني لانك انت ممكن يبقى عندك اكتر من نوع عماله مباشره بدرجات مختلفه وباسعار مختلفه. يعني ممكن يبقى عندك 3 انواع من العماله المباشره، كل نوع على حسب درجه اهميته وعلى حسب الاجر اللي بياخده وعلى حسب هو بيعمل ايه. فاحنا يعني الموضوع بسيط خالص، بس انتوا لو تفتكروا احنا عملنا ايه؟ خدنا كل التكاليف الصناعيه بتاعت الفتره اللي هو مثلا افترضنا انها شهر، ووزعناها على اجمالي الانتاج اللي طلع لنا خلال شهر، حصلنا على تكلفه الايه؟ الوحده النهائيه اللي تم تصنيعها. لكن في الواقع العمل ده ما بيحصلش. ليه ما بيحصلش؟ لان انا مش معقول كصاحب شركه هفضل مستنيك شهر كامل تعرف تقول لي انا صرفت قد ايه تكلفه، عشان ايه في الاخر اعرف تكلفه المنتج قد ايه. يعني مش هروح افضل قاعد جنبك شهر كده افضل استنى لغايه اما كل التكاليف اللي انا المفروض اصرفها تتصرف فعلا، شهر تقول لي والله احنا صرفنا قد كده وانتجنا قد كده لما تكلفه الواحد قد كده. ده في الواقع العملي مشوار فاشل. انا لازم لو انا ببيع يومي يبقى انا لازم اعرف تكلفه الوحدات اللي انتجها يوميا، يوميا لازم اعرفها. طب هي دي بقى تظهر المشكله بقى. طب ازاي انا اعرف تكلفه وحدات يوميه انا منتجها يوميا وانا لسه في هصرف، يعني لسه ما صرفتهاش او هقعد على الاقل شهر رقم ما اعرفها.
يعني تكلفة الصناعية غير المباشرة بالذات هي دي اللي انا مش هقدر ابدا اعرف انا في اليوم صرفت قد ايه تكلفة صناعية غير مباشرة. يعني في ايجار انا بحضر كل شهر، في لك ما بحسبوش غير كل شهر مثلا، في كهرباء ما بدفعهاش غير كل شهر، الحاجات دي كلها ما بعرفهاش غير بعد على الاقل اقل شيء شهر. ايوه اقل شيء شهر عشان اعرفها. فمن هنا بقى تيجي حته التقدير اللي هي البادجت دي، اللي هي ايه؟ ان انا او اللي هي الاستيميتنج اللي هي التقييم او التقدير، ان انا اعمل تقييم او تقدير للتكاليف اللي انا ممكن اقضيها. يعني انا بتصور انا الشهر راح هدفع فيها قد ايه؟ خلال مثلا مستوى انتاج معين، يعني انا يعني بقيس على مستوى انتاج معين، انا بحسبه بشوف انا طبعا قدره عمالي قد ايه وقدره المكن بتاعتي قد ايه، بحسب على اساسه انا هدفع تكلفه قد ايه خلال الشهر، وبناء على اللي انا بقدره ده ببدا احسب التكلفه الايه بتاعت كل يوم، كل يوم هيتحمل قد ايه من التكلفه المقدره اللي انا متوقع ان انا اصرفها خلال الشهر. كلها توقعات او تقلات، مفيش فعل، الفعل ده هيحصل بعد شهر. انما انا اليوم النهارده المفروض اعرف انتجت مثلا 500 واحده، المفروض ان اعرف ال 500 واحده دول تكلفتهم قد ايه؟ من تكاليف انا لسه ما صرفتهاش. او انا لسه ما عرفتهاش فعليا هي قد ايه؟ فبالتالي بعمل عملية التقدير ده وببدأ أحمل التقدير. هو طالما هو مقدر يبقى لازم يتحمل بقى المنتجات اللي تم إنتاجها خلال كل فترة، خلال كل يوم أو يومين أو 3 أيام، هبدأ أحمل بقى التكاليف المقدرة دي عليها، وبالتالي أعرف التكلفة بتاعة المنتج وأبدأ أسعاره براحة التكلفة دي اللي هي فيها جزء مقدر وأبدأ أبيعها. وفي نهاية الشهر ببدأ أعرف بقى التكاليف الفعلية اللي أنا صرفتها اللي هي اتصرفت فعلا بقى، واقارنها باللي انا كنت مقدره. يعني في بدايه الفتره انا قدرت تكاليف معينه، وفي نهايه الشهر فعليا عرفت انا صرفت قد ايه، عرفت انا صرفت قد ايه فعليا، فهبدا اقارن الاثنين ببعض. وطبعا بنسبه 99% مش هيطلعوا قد بعض، صعب جدا يطلعوا قد بعض. يعني نسبه 99% بالذات لما يبقى كل المنصات كبر تفاصيله كتير، صعب جدا ان انت تقدرها بصوره دقيقه، ان اللي انت قدرته يطلع فعلا اللي انت صرفته، فهيطلع في فرق. طبعا كل ما كان الفرق ده بسيط كل ما كان احسن، لانك انت خلاص اوريدي حسبت تكلفه وسعرت وبعت. كل ما كان الفرق بينهم كبير كل ما كان عندك مشكله، والمشكله تتوقع على ان هل قدرت ازيد من اللازم ولا اقل من اللازم. لانك انت لو قدرت ازيد من اللازم يبقى معنى كده ان انت سعرت ازيد من اللازم، وبالتالي ممكن مبيعاتك تتاثر بالسعر الزياده اللي انت حسبته ده. برضه العكس، لو انت قدرت اقل من اللازم معناها يبقى انت سعرت اقل من اللازم، ومعنى كده يبقى انت مش هتحقق ربح كبير. واخدين بالكم من الفكره دي؟ فعمليه الاختلاف بين المقدر والفعلي هو ده اللي بيخلي يبقى في مشكله. وطبعا يعني انا لما اقدر تكلفه اكتر من اللازم طبعا افضل بكتير من اني اقدر تكلفه اقل من اللازم. يعني احسب لها تكلفه كتير واسعارها بسعر اكبر، مش هيبقى بنفس السوق لو انا قدرتها بتكلفه قال لي سعرتها بايه؟ بسعر اقل. ايوه، لان في الحاله الاولانيه انا مش هحقق خساره. صحيح مبيعاتي هتتاثر ومش هبيع كتير، لكن في الاخر انا ربح هيزيد. لان في الحاله الثانيه انا اقدر ازيد من اللازم، او قصدي اقدر اقل من اللازم، بمعنى كده ان انا تكلفتي الفعليه اكتر من اللي انا قدرته، وفي الحاله دي ممكن احقق خساره كمان. ممكن احقق خساره. لا، ما بيبقاش وهم، بيبقى حقيقي. ازاي بيبقى وهم؟ بيبقى حقيقي. الخسارة والربح بيبقوا حقيقيين، مفيش حاجة وهمية. فاحنا دلوقتي ان شاء الله نبدأ بنفس المثال اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، بس بدل ما كنا شغالين كل شهر او كل فترة هنبدأ نشتغل كل يوم. نبدأ بقى نعرف ازاي نحسب تكلفة الايه؟ التكلفة اليومية بتاعت انتاجي. نبدأ على نفس الكيفية اللي احنا كنا شغالين بيها قبل كده. بس طبعا مع ايه؟ مع الاختلاف شوية. ايوه قدرتها، بس انت هتقارنها بالفعلية. والتقدير ده انت فاكرك ما بتدخلوش في الدفتر، ما انت بتدخله في الدفتر وبتعمل بيه قوانين كمان.
تمام. الموازنة المرنة دي بتتخلق في الموازنة المرنة. الموازنة المرنة دي حدوتة تانية خالص. بس خلينا بس ناخد المثال دوت اللي هو هيبين لنا ازاي بنقدر التكاليف وازاي بنعمل لها توزيع او تحميل على الانتاج كل يوم، وازاي في الاخر بعرف التكلفه الفعليه واقارنها بالمقدره، وازاي بنقفل الفرق بينهم. ده موضوع في غايه الاهميه طبعا، دي تعتبر من اسس ناس كتير بتبقى عندها مشكله فيها يعني ناس كتير ما بتبقاش عارفه ازاي تعمل الحديقه دي. هناخد مثال بسيط برضه ان شاء الله، لان احنا لازم نبدا بسيط وبعد كده ان شاء الله هنبدا نعقد الدنيا، يعني كل ماده هنبدا نزود شويه معلومات بحيث ان الناس ما تتوهش يعني. فان شاء الله اول حاجه احنا ايه؟ احنا ابتدينا بايه؟ ان احنا اشترينا مواد. احنا قلنا ان احنا اول حاجه بنسمع ايه؟ شيفتات زي ما قلنا، اللي هي طبعا منتج واحد وهو فينش جودز. الشيفت ده اللي هو الايه؟ اللي هو الفينش جودز. اللي هو الوحده النهائيه زي ما قلنا قبل كده. دي التفاصيل بتاعت كل ايه؟ بتاعت كل مره اللي احنا مش ان شاء الله مش هنختلف عليها يعني. وقلنا ان الماتيريال بتاعتنا اللي هي ايه؟ اللي هي القماش او الفابريك هو نوع واحد، يعني احنا حتى ما دخلناش خيط ولا دخلنا مثلا ثواني. طب معايا يا جماعه ثواني بس اشوف التليفون واكمل معاكم، معلش يا ناس. معايا قلنا الماتيريال، الماتيريال هتكون ايه؟ فابريك اللي هو النوع القماش مفيش غيره يعني. هو هيكون ماتيريال. وبعد كده قلنا ان ايه؟ ان الوحده الواحده بتحتاج وحده واحده من الماتيريال اللي هي 1 متر قماش. ال 1 يونت اللي هي من الفينش يونت يعني. اما بتكلم عن يونت يبقى تعرفوا ان هو الايه؟ الوحده النهائيه. اما اقول يونت يبقى وحده نهائيه. بتتصنع بايه؟ ب 1 متر. وقلنا ال 1 متر ده بيساوي كام؟ بجيبه بكام؟ بجيبه ب 3 ايه؟ 3 جنيه. ايوه بالظبط كده. وبعد كده قلنا العماله المباشره، قلنا عندنا 10 عمال. الواحد فيهم بياخد 1200 مظبوط. والوحده الواحده بتحتاج قد ايه؟ ساعه واحده برضه، بس المره دي بقى خليها ساعه ونص، بنعمل فيها بيشتغل 8 ساعات مظبوط. الوحده الواحده. وبعد كده قلنا ان ايه؟ ان الوحده الواحده بتحتاج وحده واحده من الماتيريال اللي هي 1 متر قماش. ال 1 يونت اللي هي من الفينش يونت يعني. اما بتكلم عن يونت يبقى تعرفوا ان هو الايه؟ الوحده النهائيه. اما اقول يونت يبقى وحده نهائيه. الوان يونت بتتصنع بايه؟ بواحد متر. وقلنا الواحد متر ده بيساوي كام؟ بجيبه بكام؟ بجيبه بثلاثة ايه؟ 3 جنيه. ايوه بالظبط كده. وبعد كده قلنا العماله المباشره، قلنا عندنا 10 عمال. الواحد فيهم بياخد 1200 مظبوط. والواحده الواحده بتحتاج قد ايه؟ ساعه واحده برضه، بس المره دي بقى خليها ساعه ونص عشان نعمل فيها بيشتغل 8 ساعات مظبوط. الواحده الواحده بتساعة
اتعمل بساعة وإن هما هيشتغلوا 8 ساعة، لا بلاش ساعة بقى، خليها ساعة ونص. ساعة ونص عشان نخلي فيه نفتح في التشغيل، المرة دي ما عملناش نفتح في التشغيل، المرة دي عايزين نقعد نفتح في التشغيل. وهيشتغلوا 8 ساعات. 8 ساعات في اليوم. العامل الواحد طبعا. طيب بعد كده دخلنا في ايه؟ في التدريب الصناعي غير المباشر. قلنا في التدريب الصناعي غير المباشر ايه؟ نخليها المرة دي خليها 15,000 المرة دي. 15,000 اوفر هيد. نخلي منهم مثلا 9 ثابت، و6 مثلا متغير. تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين برضو نحسب تكلفة الوحدة بقى من العمالة هتكون قد ايه، وتكلفة الوحدة من التكلفة الصناعية غير المباشرة هتكون قد ايه، عشان برضه نحسبها بالمرة. احنا طالما قلنا ان الوحدة الواحدة بتحتاج 1 متر والمتر 3، خلاص يبقى دي سهلة. وقلنا ان الوحدة الواحدة بتحتاج ساعة ونص، وراتب العامل 1200، وهو هيشتغل 8 ساعات. طبعا لما نقسم 1200 على 8 ساعات هتطلع الساعة، طبعا 1200 على 30 يوم هيشتغل 30 يوم، انت 30 يوم برضه علشان ايه؟ 30 يوم في الشهر، عشان برضه الناس تبقى فاهمة. تلاتين داي ان ذا مانث. طالما هو هيشتغل 30 يوم في الشهر براتب 1200، يبقى معنى كده اليوم 40 جنيه على 8 ساعات، يبقى اليوم يبقى الساعة بكام؟ 5 جنيه. الساعة 5 جنيه والحساب بتحصل. يبقى تكلفة الوحدة تبقى كام بقى دلوقتي لما تبقى الساعة لما تبقى الوحدة بتحتاج ساعة ونص؟ يبقى تكلفة الوحدة هنا هتبقى 7.5، مظبوط؟ يبقى اللي هو اليونت هنا الوان يونت بسبعة ونص. طيب هنا بقى الاوفر هيد، احنا قلنا 9000 فيكسد و6000 فاريبل. الاول احنا ممكن ننتج قد ايه بقى؟ عدد الوحدات اللي ممكن ننتجها خلال الشهر هيبقى قد ايه؟ برضو احنا قلنا ان عدد الوحدات هيرتبط بايه؟ بعدد الساعات. يعني عدد الساعات اللي احنا شغالينها خلال الشهر على اساسه هنعرف عدد الوحدات. فانا دلوقتي لما طالما انا هشتغل ساعة ونص عشان انتج واحدة، يبقى معنى كده لو انا قسمت ال 15,000 دول اللي هم الاوفر هيد على اجمالي عدد الساعات اللي انا ممكن اشتغلها خلال الشهر، يبقى معنى كده ان انا ممكن اعرف تكلفة الساعة الواحدة في الاوفر هيد، مظبوط؟ طب انا هشتغل كام ساعة؟ المرة اللي فاتت حسبنا الامام كام؟ 2400 ساعة، مظبوط؟ ليه 2400 ساعة؟ لان العامل بيشتغل 240 ساعة في الشهر، وهم 10 عمال، يبقى 2400 ساعة. تمام كده؟ يبقى ال 2400 ساعة دول لو قسمت ال 9000 عليهم هيطلع ايه؟ تكلفة الواحدة قد ايه من او تكلفة الساعة قد ايه من الفيكسد؟ يبقى معنى كده ان ال 1 اور من الفيكسد هنا هتكون كام؟
9000 على 2400، حد معاه حاسبه؟ نحسبها بسرعة كده. الساعة الواحدة دلوقتي، احنا دلوقتي بنجيب تكلفة الساعة الواحدة من الفيكسد 3.75، تمام؟ يعني انا اور من الفيكسد 3.75. طيب ومن الفاريبل الوان اور قد ايه؟ هتطلع 2.5. طيب تمام. يعني معنى كده ان اجمالي الساعه هتبقى قد ايه؟ الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض اجمالي الساعه هيكون كام؟ هيكون 6.75. بس احنا لازم نفسرهم طبعا عن بعض، احنا قلنا ليه المره اللي فاتت لازم نفرقهم عن بعض، مهم ان احنا نفرقهم عن بعض طبعا. يبقى معنى كده بقى الوحده الواحده تحتاج قد ايه من التكاليف الصناعيه غير المباشره؟ انا دلوقتي جبت تكلفه الساعه من التكاليف الصناعيه غير المباشره، يبقى الوحده الواحده بتحتاج قد ايه؟ الوحده الواحده تحتاج ساعه ونص، واجمالي تكلفه الساعه 6.75، يبقى 6.75 دول لو ضربتهم في 1.5 اعرف تكلفه الوحده من التكاليف الصناعيه غير المباشره، الفيكسد والفاريبل. مظبوط كده؟ وممكن احسبها طبعا لكل واحده فيهم على حاجه، يعني ممكن احسبها للفيكسد لوحدها والفاريبل لوحدها. طب نحسبها للفيكسد لوحدها كده، الوحده الواحده دلوقتي ده منه الوان يونت، من الفيكسد هتبقى كام؟ سبعة خمسة وعشرين. اه مظبوط، معلش 7.25 مظبوط، الله ينور عليك 7.25. لا مش 7، 6.25، 6.25. لخبطتينا ليه؟ 6.25 صح. طيب الوان يونت دلوقتي بقى هتعوزها قد ايه بقى؟ اللي هي من الفيكسد هنضرب 3.75 في 1.5 يطلع لي كام؟ حد حسبها؟ خمسة ستة اثنين خمسة، ماشي مظبوطة دي؟ ستة اثنين خمسة ماشي، ستة اثنين خمسة. طيب والثانية اللي هي الفاريبل 2.5 في 1.5 بكام؟ 6.25، 3.75 ماشي. يبقى الإجمالي كام بقى؟ يبقى الإجمالي هيكون 9 كام؟ 3.75 في 1.5 يبقى مجموع الاثنين مع بعض كام بقى؟ 9.375 ماشي. دلوقتي انا عملت ايه بقى؟ هنقول تاني، انا دلوقتي كتبت كل التفاصيل بتاعت المثال بتاعي. بعد كده هنبدا نفهم احنا عملنا ايه. اول حاجه احنا قلنا التيشيرت واحد بيحتاج واحد يونت من الماتيريال، نعمل السبب عشان الناس تشوف. تيشيرت واحد بيحتاج واحده واحده بيحتاج واحد متر من الماتيريال، المتر 3 جنيه، دي سهله دي. قلنا ان احنا عندنا 10 عمال بس اللي هيشتغل، الواحد فيهم ياخد 1200، هيشتغل 30 يوم في الشهر. فحسبنا تكلفة الساعة الواحدة لكل عامل قد ايه؟ الساعة الواحدة كانت 5، جبناها ازاي؟ 1200 على 30 طلع 40، انا هشتغلهم في اليوم يبقى طلع كام؟ 5 جنيه في اليوم. والوحدة الواحدة هتتعمل في ساعة ونص،
يبقى معنى كده ان الساعه ونص دول هم دلوقتي محددين واحده، وانا بتكلف من العماله كام؟ بتكلف من العماله 5 جنيه في الساعه. يبقى معنى كده ان ال 5 جنيه هضربها في ساعه ونص يطلع لي كام؟ الوحده الواحده من العماله المباشره 7 جنيه ونص. تمام كده؟ الاوبر ديت نفس الكلام عملناه. طبعا انا هنا هفترض المثال بتاعنا ده ان الاوبر ديت دي مش حقيقيه، دي اوفر ديت ابلاي، يعني ايه؟ مقدره، يعني غير حقيقيه، بيسموها اوفر هيد ابلاي. هكتب لكم برضه انها ايه، اوفر هيد ابلاي. دلوقتي انا افترضت ان هي ان انا حصل خلال الشهر 15000 جنيه، او ده الافتراض بتاعي، يعني انا افترضت ان انا هم دول اللي حصلهم خلال الشهر بحساباتي طبعا، وباساس النشاط اللي انا طبعا حاسبه، يعني انا اساس النشاط ده هو الاساس اللي انا حسبت عليه الاوفر هيد ده. انا قلت ايه والله، ان انا خلال الشهر حاسب 15000 جنيه، 15000 جنيه دول 9000 منهم فيكسد، مثلا ايجار وتامين واهلاك والكلام ده كله، والباقي من 6000 اللي هم طبعا العماله غير مباشره والمواد غير مباشره والكلام ده. فدلوقتي الاوفر هيد ابلاي انا دلوقتي عايز احسبها، يعني الوحده الواحده اللي هنتجها خلال الفتره كلها هتتكلف قد ايه من الاوفر هيد دي، يعني تكلفه الصناعه غير مباشره اهي، الوحده الواحده اللي انا هصنعها هتتكلف قد ايه منها. فعملت ايه؟ جبت 15 منهم قسمتهم على عدد الساعات المتاحه خلال الفتره، عدد ساعات العمل اللي هم كانوا اللي هم 2400 ساعه، فطلع لي الاجمالي بتاع الساعه الواحده كان 6.25%، 6.25 او 6 لايه؟ للساعه الواحده. طبعا على اساس 3.75 من الفيكسد ونص من الفارق. بعد كده ضربت النتيجه في كام؟ في 1.5. طب ليه ضربتها في 1.5؟ لان الوحده الواحده بتحتاج ساعه ونص. انا جايب الكلام ده للساعه الواحده، لكن انا عايز بالوحده الواحده. الوحدة الواحدة بيتم انتاجها في ساعة ونص، فبالتالي تكلفة الوحدة من التكاليف ثابتة اللي هي الصناعية غير مباشرة كان 9000، اللي هم فاصل 6.25. نفس الكلام عملته للفاريانت، كانت 3 كانت 2.5 للساعة الواحدة، ضربتها في 1.5 طلعت كام؟ 3.75. مجموع الاثنين دول بيطلع لي 9.375 اللي هي تكلفه الوحده الواحده. وهو ده الفعل اللي بيحصل. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا بشوف مستوى نشاط معين، ماشي، اقسم عليه التكاليف الصناعيه غير المباشره. ليه؟ الواحده 5 في 1.5، ايه دي؟ 1.5 بتساوي 5، يعني ايه؟ 5 ساعات للعماله المباشره، مظبوط. في 1.5 اداني 7.5، مظبوط كده. علشان اطلع نصيب الوحده من التكاليف غير المباشره. اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل ان انا العماله المباشره والمواد بس عارفهم، يعني هم دلوقتي التكاليف الفعليه اللي انا عارف ان انا هصرفها خلال الفتره. لكن التكاليف الصناعيه المباشره دي انا مقدرها، يعني ايه مقدرها؟ يعني انا قلت والله انا خلال الشهر ده لو انا عندي 10 عمال، ال 10 عمال دول هجيب لهم 10 مكنات، المكنات دي هيتم اهلاكها بقد كده فحسبتها في التكاليف الثابته، وهدفع ايجار قد كده فحسبتها في التكاليف الثابته غير الصناعيه غير مباشره، وانا شغال بالكهرباء مثلا لقيت ان على مستوى النشاط ده هدفع كهرباء مثلا قد كده فحطيتها في الفاريبل في التكاليف الصناعيه غير المباشره، وقلت مثلا ان انا هجيب مواد غير مباشره قد كده حطيتها برضه في الفاريبل التكاليف الصناعيه غير المباشره. المواد غير المباشره هي دي الزيوت والشحوم بتاعت المكن والكلام ده والمسامير بتاعتها، هجيب مثلا عماله غير مباشره تساعد العمال اللي هم ال 10 دول هيبقى قد كده. فانا قدرت لقيت ان انا هدفع 15000 في الشهر، ده انا ما دفعتهمش فعليا، ده انا قدرتهم. عملت ايه بقى؟ جبت مستوى نشاط، مستوى نشاط اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده وتفتكروا حاجه اسمها كوست درايفر، اللي هو الاساس اللي انا على اساسه التكلفه اتصرفت. طب في النظام بتاعنا ده ايه افضل مستوى نشاط ممكن احسب بيه التكلفه اللي اتصرفت؟ مفيش افضل من عدد ساعات العماله او عدد ساعات العمل. يعني عدد ساعات العمل هو افضل مستوى نشاط ممكن احسب على اساسه ايه؟ التكاليف بتاعتي في النشاط. في النشاط ده هو افضل حاجه، انما في النشاطات الثانيه ممكن ما يبقاش هو الافضل.
يعني لو نفترض مثلا ان احنا شغالين مثلا في شركه بيبسي او كوكاكولا، شركه بيبسي او كوكاكولا النظام الآلي فيها اكتر من العمال، يعني النظام المكن اكتر من العمال، فهنا الافضل هنا ان مستوى النشاط بتاعي او اساس النشاط بتاعي يكون ايه؟ عدد ساعات المكن مش عدد ساعات العمال، لان انا ممكن يبقى عندي مكن كمان شغال بدون عمال، عمال بيطلع لي انتاج من غير عمال، يبقى عندي بس عاملين اتنين بس هم اللي عمالين مثلا ايه يلموا الانتاج من الايه من اللي بيحصل من اللي بيطلعوا المكن. هنا مستوى النشاط بتاعنا ما ينفعش عماله، لازم يبقى ايه؟ يبقى عدد ساعات المكن. انا هنا طب هسألك سؤال، ينفع نعمل عدد ساعات مكن هنا في النشاط بتاعي ده؟ النشاط بتاعي ده ممكن ان انا استخدم ساعات المكن كمستوى نشاط؟ ايوه بالظبط كده، يعني دلوقتي لو جيت قلت لكم ان انا وزعت الذات في لبس غير مباشره مثلا عن ايه؟ هنعمل مثلا هنا كده ال 15000 اللي هم المقدرين 15000، هنقول مثلا ايه؟ تكلفه الصناعه غير مباشره كانت ازاي؟ الاوفر هيد اللي هي طبعا اجمالي اوفر هيد كبير، يعني مين؟ لكل يعني وان يونت من الايه؟ بكل ايه؟ كل واحده من ايه؟ مستوى النشاط، من الاكتيفيتي، الاكتيفيتي بيز مستوى النشاط. بكل واحده من مستوى النشاط، الاوفر هيد بتكون كام؟ هتلاقيها بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ الاوفر هيد بتاعتي اللي هي كام طبعا؟ اللي هي 15000 على كام؟ على كام؟ 2400 ساعة. ونبيع أول. هتساوي كام بقى؟ لا 15000 على 2400 ساعة هتساوي أيوه 625 مظبوط. 625. 625 دي هي ايه؟ هي عبارة عن ايه بقى 26 دي؟ عبارة عن التكاليف الصناعية غير المباشرة لكل ساعة عمل، كل ساعة عمل هيتم شغلها. انا مش بتكلم على كل ساعة عمل بالنسبة لإجمالي اليوم، مش هحمل مثلا انا مثلا 8 ساعات في اليوم بحضر ب 6 5 ساعات، لا بحسب لكل ساعة عمل لكل عامل عندي، دي مهمة جدا. 625 دي اجمالي التكاليف لكل ساعة عمل. وانا هنا هو ده مستوى النشاط بتاعي اللي وزعته على اساس الاوفر هيد. الاوفر هيد دي بيتعمل لها حاجة اسمها اللوكيشن او توزيع على الانتاج. وبالتالي انا التوزيع بتاعي اخترت هنا ايه؟ اخترت ساعات العمل. فوزعت اجمالي ساعات العمل بتاعت الفتره اللي هم الشهر من 15000 دولار اللي بقدرهم ان انا اصرفهم خلال الشهر، فوزعت ال 15000 على ال 2400 يطلع لي 625 اللي هي ايه؟ تكلفه ساعه الواحده. طبعا لو ضربتها في واحد ونص هتطلع ايه؟ هتطلع تكلفه صناعيه غير مباشره للواحد ساعه ولا لا؟ مظبوط معايا؟ ليه؟ لان الواحده بتحتاج ساعه ونص، طالما الواحدة بتحتاج ساعة ونص يبقى التكلفة الصناعية غير مباشرة للساعة الواحدة، لو ضربتها في ساعة ونص أو واحد ونص هتطلع تكلفة صناعية غير مباشرة للوحدة، للوحدة الكاملة اللي هي 9 أيوة فاصل 3. جميل أوي. في حد طبعا حد وقع منه حاجة من الشرح ده عشان هنبدأ نكتب كود ده دلوقتي، هنبدأ نعمل تحليل بقى للتكلفة الصناعية غير مباشرة. ايوه بير ليبر اور مظبوط، مظبوط كده. ال 2400 ساعه دولت اللي هم الليبر اور اللي هم تكلفه ساعات العمل المباشره. طب يختلفوا حاجه عن ساعات المكن؟ ده سؤال ليكم. ساعات العمل اللي هم ال 2400 دول يختلفوا حاجه عن ساعات المكن في النشاط بتاعنا ده؟ يعني لو استبدلت الليبر اور بماشين اور
ساعات مكن يختلفوا حاجة؟ بيختلفوا ليه طيب؟ اللي بيقول لا ليه واللي بيقول اه ليه؟ ازاي في النشاط بتاعنا ده العماله بكره لك؟ استحاله. ده نظام تصنيع ملابس، اكيد مش هيقدر يصنع الملابس دي من غير مكن، يعني المكن هو اساسه، يعني هو ال 10 عمال معاهم 10 مكنات. لا احنا في الحاله اللي انت ما اتكلمناش على الزهر ولا اتكلمنا على حاجه، يعني هم عمال بيجيبهم يصنعوا تيشيرتات. يعني معنى كده ان المكنه بالشغل، ال 10 عمال معاهم 10 مكنات. بالظبط كده، لان هم مرتبطين بيها، طالما عدد ساعات العماله مرتبط بعدد ساعات المكن يبقى معنى كده ان هم الاثنين واحد. لو قلت 2400 ساعه عمل هي بالظبط 2400 ساعه مكن. انما نفترض بقى، نفترض ان مثلا كان جوه القصبة في مثلا مرحله مثلا ايه من تعبئه، التعبئه دي مش محتاجه مكن، فبالتالي عندي عمال بيعملوا تعبئه للايه للمنتج، عمال برضه ايه او كاو. بالظبط كده، بالظبط. يبقى في الحاله دي عدد ساعات العمل هتختلف عن عدد ساعات المكن، وطبعا الاساس بتاعي مفترض ان انا بختاره هو الاساس اللي بيسبب، يعني ما ينفعش اختار مستوى نشاط ما بيسببش تكلفه. هنا ساعات العمل هي ازاي بقى ساعات العمل بتسبب التكلفه؟ دلوقتي مثلا كل ساعه عمل مش عن طريقها بيستهلك كهرباء، بيستهلك كهرباء، يبقى اذا تكلفه الصناعه المباشره حصلت من ايه؟ من الشغل، من العامل اول ما ابتدى يشتغل الكهرباء، ابتدى يستهلك الاله، ابتدى يستهلك مباشر اللي هو طبعا الزيوت والشحم بتاعت المكنه، ابتدى يستهلك عماله غير مباشر، ابتدى العامل غير مباشر يستنى شغله. فبالتالي محرك التكلفه اللي انا كلمتكم عليها قبل كده اللي هو الكوست درايفر، هو هنا فعلا هو ساعات العمل. اول ما العامل بيشتغل على طول ايه التكلفه الصناعيه المباشره بتبدا ايه تتحسب عليا، تبدا تتحمل، تبدا تتحسب عليا من اول ما يبدا العامل يشتغل. لكن لو احنا اتكلمنا على مكان، لو اتكلمنا على مكان في حاله الكون هلاقي ان ايه التكلفه الصناعيه المباشره بتحصل والمكان واقف، المكان ما بيشتغلش، يبقى ما ينفعش يبقى اساس نشاط. اتهمت النقطه دي مهمه، نقطه مهمه جدا الحته دي، ان انت ازاي تختار مستوى النشاط بتاعنا. مستوى النشاط لازم تختاره على اساس انه اول ما يحصل التكلفه تحصل. اللي هو اتكلمنا عليه اسمه كوست درايفر، هو محرك التكلفه. اول ما يحصل التكلفه تحصل. وهو ده اللي هيقيس لك النشاط كويس، او هو ده اللي هيقدر يقيس لك التكلفه الصناعيه غير النشاط صح. ولما تيجي تحمل هتقدر تحملها صح عليه. بناء على مستوى النشاط اللي انت، احنا في حالتنا دي اخترنا العماله المباشره. كويس كده؟ دلوقتي احنا نبدا بقى ايه نحمل التكاليف دي على الانتاج. كل يوم كل يوم هبدا احملها لانها تكاليف مقدره، تكاليف غير فعليه غير حقيقيه. هبدا ايه كل يوم بعمل ايه معايا كده؟ كل يوم هبدا اعمل ايه؟ اول حاجه هدخل مواد الانتاج. هبدا ادخل، انا بتكلم هنا النهارده المره دي على اليوم الواحد، مش بتكلم على الشهر عشان تبقوا صحيحين معايا. السؤال ليك هو دلوقتي متر قماش كل يوم، كل يوم ادخل كم متر قماش؟ انا دلوقتي عايز ادخل قماش ليه؟ للشغل عشان يشتغل ويصنعون. كل يوم بقى ادخل كم متر قماش؟ انا لما باجي هدخل باليوم ليه؟ لان عايز احسب تكلفتي باليوم، وعايز احسب واسعر كمان كل يوم، مش معقول هستنى لغايه اخر الشهر عشان اعرف تكلفتي قد ايه ووضع اسعار ابدا بيها. كل يوم ابدا ادخل، ادخل كام متر؟ يديني فكره كده 159 كام متر؟ اقولها لكم تاني اهو، الوحده الواحده بتحتاج 1 متر، وانا عندي 10 عمال بيشتغلوا 8 ساعات في اليوم، يبقى ادخل كام متر؟ حد حسبها ولا ما عندكمش فكره؟ 16 متر. 5 امتار، 5 امتار دول على اساس ايه؟ على اساس ان كل عامل يشتغل يبقى كل عامل هياخد متر، وفي 85 مش مشغلين، في 10 عمال، 10 عمال. محدش جابها خالص؟
53. 3 في 8 ايه ده؟ 8 ساعات على ساعة ونص. الله يفتح عليك، تبتدي توصل اهو. 8 ساعات على ساعة ونص، ايوه. يطلعوا كام؟ 8 ساعات على ساعة ونص يطلعوا كام؟ 5 و3 من 10. كويس. لمين؟ 5 و3 من 10 دول لمين؟ العامل الواحد في 10. بالظبط كده. يا ريتها يا استاذ سلوى. بس ما ينفعش ده، ينفع ادخل 53 33؟ يعني ينفع ان انا اقص القماش؟ ايوه 53 ده، بس ينفع ان انا اقص القماش وادخل جزء واسيب جزء؟ ما ينفعش. يبقى انا لازم اجيبها لما اجي احسب الحسبه دي بقى 54 او 53 ده، لما اجي احسبها لازم احسبها كل عام. يعني لازم احسبها كل عام، ما ينفعش احسبها توتال، انك لو حسبتها توتال هتظلم. هعملها لكم ازاي نحسبها كل واحد دلوقتي. انا دلوقتي هنبدا نتكلم على كل عام، كل عامل عايز قد ايه؟ كل عامل عايز 6 و3 من 10، يبقى قول 6 صح ولا لا؟ ما ينفعش يقول 5 و3 من 10، يبقى هتدخله 6 متر قماش، يطلع 5 و1 هتستنى معاه في الانتاج صح ولا لا؟ واحده مش هتكمل، واحده هيشتغل على نص ساعه بس. ليه؟ لان هو احنا اتكلمنا على بس ساعه ونص، يبقى ساعه ونص يكمل ايه؟ لا، يبقى لو اتكلمنا على ساعه ونص هنلاقي ان 7 ساعات ونص بص يطلعوا لي 5 ايه؟ 7 ساعات ونص يطلعوا لي 5 وحدات كامله، يبقى انا هدخل له 5 متر. ونص ساعه زياده، يبقى هدخل له متر كمان زياده يشتغل على نص ساعه. يبقى معنى كده ان انا هدخل 6 متر لكل مين؟ لكل عامل. كل عامل هدخل له 6 متر. وهم 10 عمال، يبقى هدخل لهم كام؟ 60 متر. واضحه كده الناس كلها ولا في حد في مشكله؟ كل الناس لازم تبقى متفقة في النقطة دي. مسألة ازاي؟ يعني ايه مسألة؟ أنا بتكلم شغل عامل يا أستاذ أحمد. أنا ما بتكلمش على مسائل، سيبك من المسائل. لأن المسائل أنت عمال شغال في المسائل زي الفل، إنما في الشغل العامل بتقف أهو. أيوه، شفت في العمل وقفت ازاي؟ في العمل ما عرفتش تتصرف. قلت لك تدخل كام متر ومش ما عرفتش أهو. في العملي الناس بتعطل، في النظري ممكن تبقى زي الفل، تبقى شغال زي السخونه وعمال بتحل مسائل وفاكر نفسك ايه مقطع سمكه وجله. اول ما تيجي تشتغل عملي تبدا تعطل، مخك يقف. لان الشغل العملي مختلف تماما عن شغل النظري والمسائل. عندي 10 عمال كل واحد ساعه والواحده ب 3 جنيه، ايه الكلام اللي انت كاتبه ده؟ كل واحده بساعه ونص، المتر ب 3 جنيه، ايوه تمام. المهم دلوقتي احنا فهمنا احنا ليه بندخل 60 متر، كل الناس فاهمه عشان ما نجيش يقول انا مش فاهم. لو كل الناس فاهمه دخلنا 6 متر كل واحد هم 10. طب ليه دخلنا 6 متر؟ لانه هيصنع 5 متر اللي هم في 7 ساعات ونص، والنص ساعه زياده هيبقى ايه؟ ايوه استنى، احنا جايين دلوقتي كل يوم قد ايه؟ ما تستعجلش. النص ساعة الزيادة دي اللي هي هتكمل الثمان ساعات، هيشتغل على متر زيادة اللي هو السادس، المتر السادس هيشتغل عليه، بس هيشتغل عليه نص ساعة بس وشغله ينتهي. مش مطالب ولا بأكتر من كده. هيبقى ينتج تحت التشغيل. أنا عاملها مخصوص عشان يستنى ينتج تحت التشغيل، عشان نفهم ازاي بنتعامل مع ينتج تحت التشغيل. يعني أنا عامل التريكة دي مخصوص عشان الناس تفهم ازاي بنحسب ينتج تحت التشغيل. يعني أنا دلوقتي هدخل 60 متر وماشي لإيه؟ كل يوم صح كده؟ يبقى القيد بتاعها ايه؟ حد يكتب لي القيد بتاعها كده؟ حد يكتب لي القيد بتاع اللي خدناه المره اللي فاتت، ازاي بندخل القماش للتصميم؟ 60 متر طبعا في 3 يبقى كام؟ يبقى 180. 180 من حساب ايه لحساب ايه؟ من حساب انتاج تحت التشغيل اللي حساب مخزون المواد الخام. لازم تبقى كامله كده، لانك انت عندك كذا مخزون. المخزون انت بتطلع منه المواد دلوقتي هو مخزون المواد الخام. طبعا احنا ايه؟ افترضنا المره اللي فاتت ان احنا اشترينا مواد والكلام ده كله رغي، ده مش هنعيده بقى. احنا دلوقتي ايه؟ هنفترض ان احنا عندنا مخزون مواد خام موجود في بضاعه. طلعنا منها خلال الانتاج تحت التشغيل. فهنكتب الكود بتاعه اهوت اللي هو ايه؟ هيبقى 180 من حساب ال
اللي كانت تحت التجميل هو الورك بروسيس. الى حساب ايه؟ الدايركت ماتيريال باختصار دايركت ماتيريال انفنتوري. تمام؟ طيب سؤال لكم تاني برضه، هنعمل قد ايه عمالة مباشرة؟ يعني هنحسب قد ايه عمالة مباشرة في اليوم؟ طبعا شغال بالساعة، في اليوم العمالة المباشرة هتتحمل على الإنتاج بقد ايه؟ احنا قلنا الساعة بخمسة جنيه، في 8 ساعات يبقى 40 جنيه في اليوم، مظبوط؟ للعامل الواحد يبقى هم 10، يبقى 40 في 10 كام؟ 400. معايا يا جماعه ولا في حد عطلان؟ يبقى اليوم الواحد هناخد فيها قد ايه دلوقتي؟ اليوم الواحد هحمله عماله مباشره قد ايه؟ ب 400 جنيه، 400 جنيه جم ازاي؟ قلنا ان العمل الواحد بيكلفني 5 جنيه في الساعة، جبتها منين؟ 5 جنيه 1200 جنيه على 30 يوم يطلع لي 40 جنيه في اليوم، على 8 ساعات يبقى 5 جنيه في الساعة. 5 جنيه في الساعة وهم هيشتغل يعني 40 جنيه في اليوم، 40 جنيه في اليوم للعمل الواحد وهم 10 عمال يبقى 400 جنيه. تكاليف صناعية غير مباشرة. طبعا هم الكلام ده بيعملوه بره، بره بيتعاملوا بالساعه، بس الكلام ده في الواقع العملي برضه عندنا مش هينفع. ليه؟ لان انا ما ينفعش ان انا احسب تكاليف عماله ماشيه كل يوم. فانا عامل لها تقدير برضه، في الواقع العملي انا بعمل لها تقدير برضه. ليه بعمل لها تقدير؟ لان الرواتب دي داخل فيها حاجات كتير قوي، يعني داخل فيها حوافز ومكافئات وبدلات وشغل كتير قوي. والحاجات دي كلها بتتقصى خلال الشهر، غاب يوم مثلا مش عارف بيتخصم له قد ايه من الحافز، بيتعمل له قد ايه من فبالتالي في معجنه كتير قوي بتحصل ما بتحصلش بره. الكلام ده بره ان الساعه بياخد عليها فلوس، يعني اشتغل ساعه واحده في اليوم هياخد عليها اجر. فبالتالي عشان كده هم عاملين المشوار ده. احنا هنا هنفترض ان احنا شغالين زيهم، وان اللي بيشتغل ساعه بديله ايه؟ بديله اجرها، اشتغل ساعتين بديله اجرها. لكن طبعا في الواقع العملي الراتب ده طبعا بيحصل له معجنه كبيره قوي. خلاص معايا في النقطه دي؟ يبقى 400 ورك بروسيس الى ايه؟ الى الدايركت ماتيريال ايه؟ كوست. دايركت ليبر. برضه هنختصرها كده. دايركت ليبر وكوست. طبعا دايركت ليبر كوست دي في الاول انا بفترض ان انا دفعتها، يعني انا بفترض ان انا بحسبهم يوميا، فانا هدفعها الاول او هحسبها على انها تكلفه مستحقه، يعني في قبل القطه في الثاني اللي هو ايه؟ من حساب دايركت ليبر كوست الى حساب الايه؟ الاكرول اللي هو المستحق، المصروف المستحق، ولو انا دفعته الى حساب الكاش، وبعد كده دايركت ليبر كوست دي بقفلها في الورك بروسيس. اللي هو بحملها بقى على الايه؟ على التصنيع او على التشغيل، الكلام اللي اتكلمنا المره اللي فاتت. فاضل ايه؟ فاضل الاوفر هيد. هي دي بقى التحميل ده. تكلفه الصناعيه غير المباشره دي مقدره، فانا ببدا احملها دلوقتي على الانتاج بقى. اسمها اكرود مش اكرول. اكرول ده اللي هو مقدر. اكرود، اكرود ده اللي هو المستحق. طيب دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا نحمل التكاليف الصناعيه غير المباشره على الانتاج، وهي طبعا مقدره، وانا في الاول حسبت ايه؟ حسبت لها حساب توزيع، يعني انا في الاول خالص لما جيت اتكلمت حسبت لها حساب توزيع هنا اهو. ده الاساس اللي انا على اساسه بحملها على الانتاج. ال 625 دول او اللي هم 9375 للوحده دول اللي على اساسهم محملهم الانتاج، بس طبعا انا مش هتكلم على 675 دي، انا هتكلم على 625. ليه؟ لان انا على اساس عدد الساعات اللي اشتغلتهم كل يوم هبدا احمل التكلفه الصناعيه غير المباشره.
انا مش عامل دي اياء يعني، 625 دي مش عاملها كده، انا عاملها علشان اشوف انا اشتغلت كام ساعه في اليوم، وعلى اساس الساعات اللي اشتغلتهم في اليوم هبدا احمل تكاليف الصناعه غير مباشره في الانتاج. حد اعمل ايه بقى؟ هقول ايه؟ طب حد يقول لي طب هنكتب كام؟ حد عنده فكره؟ حد عنده فكرة ولا ما عندوش؟ الناس نايمة شكلها. ثلاثة وخمسين في ستة خمسة وعشرين. يا راجل انت شوف انت هتشتغل كام ساعة في اليوم؟ دي سهلة جدا يعني. انا هشتغل كام ساعة في اليوم دلوقتي؟ هشتغل 8 ساعات في اليوم، بس ال 8 ساعات دول لكل عامل. يعني ما ينفعش اقول ان انا هشتغل 8 ساعات في اليوم واضربهم في 6 25. لا انا هضرب عدد ساعات العماله اللي مستغله، يعني انا كل عامل بيشتغل 8 ساعات مش فبالتالي ال 10 عمال هيشتغلوا 80 ساعه. ايوه بالظبط كده 80 ساعه، يبقى انا اجمالي عدد الساعات اللي هشتغلها في اليوم هم 80 ساعه. جبتهم منين؟ العامل الواحد بيشتغل 8 ساعات وهم 10 عمال، يبقى بالتالي اجمالي عدد الساعات المستغله خلال اليوم هم 80 ساعه. 80 ساعة مستغلين، لو جبت عامل كمان بقوا 11 هيبقوا 88 ساعة، جبت 12 هيبقوا 96 ساعة وهكذا. واضحة النقطة دي؟ يبقى 80 ساعة في 6 25 طلع 500. طيب يبقى 500 كام؟ ليه حساب ورك بروسيس برضه؟ الموضوع صعب يا جماعة شكله كده عليكم ولا إيه؟ الشغل العملي اللي بيخلي الناس تهنج، يخليهم يفكروا الحساب اللي ايه الاوفر هيد. كده انا حملت كل التكاليف الصناعيه على الانتاج، حساب الورك بروسيس ده اللي هو حساب الانتاج، حساب التصنيع. خلاص؟ طيب الحساب ده نوعه ايه؟ حد ممكن يقول لي حساب الورك بروسيس ده نوعه ايه؟ حساب ايه يعني؟ حساب تحت التسجيل. ايوه حساب ايه يعني؟ يعني بيظهر فين؟ بيظهر في قائمه الدخل ولا بيظهر في الميزانيه العموميه ولا بيظهر فين؟ اصل بالظبط كده. اصل ايه يعني؟ نوع ايه برضه؟ نوع الاصل ده ايه؟ نوع ايه؟ متداول يعني نوع ايه؟ اقول اصل يعني نوع ايه؟ كاش ولا مخزون؟ ايوه الله يفتح عليك، مخزون. ما هو مخزون ليه مخزون؟ لان اللي هيتبقى فيه هيبقى مخزون انت تحت التشغيل، هو مخزون. طبعا حساب دائم زي ما قلنا قبل كده، حساب دائم بيزيد وبيقل بالايه؟ بالاستخدام، يعني اتبقى حاجه فبيستنى فيه، فهو يبقى مخزون. المره الجايه اشتغلت عليه وكملته فهيبقى ايه؟ هينقص وهينتهي، لكن هو حساب ايه؟ مدين. حسابنا دي ما هوش حساب دائم، انا مش دائم، انا بقول دائم بيرمننت بالميم مش بالنون. طيب دلوقتي بقى انا دخلت اجمالي التكاليف الصناعيه بتاعتي اللي هي طبعا ال 180. التكاليف الصناعيه بتاعتي هي 180 و400 و500، يبقى اجمالي التكاليف الصناعيه بتاعتي قد ايه دلوقتي؟ 900 1080 مظبوط. اجمالي التكاليف الصناعيه بتاعتي 1080 هم دول. طيب طلعت كام وحده كامله بقى خلال اليوم؟ حد عنده فكره؟ كام وحده كامله طلعوا خلال اليوم؟ ده 5 وحدات لكل عامل، هم 10، يبقى 50 وحده. مظبوط 50 وحده. كل اللي كتب 53 ده 53 جابها ازاي؟ فنان ده مين اللي كان 53 ده؟ يا استاذ احمد ده انت ماشي كويس حتى. جبت 53 دي منين؟ احنا مش قلنا هندخل 6 متر لكل واحد هيطلع 5 ويتبقى معاه متر انتاج تحت التشغيل.
خلاص يبقى متفقين كلنا دلوقتي ان كام واحده هيتم انتاجهم؟ 50 واحده. تمام. طيب ال 50 واحده دولت هم دولت تكلفتهم يعني ال 1080 دي هي تكلفه ال 50 واحده ولا لا؟ ال 1080 دول هم تكلفه 50 واحده ولا لا؟ استاذ صبري عمال بينط. ماشي مظبوط. ماشي ال 50 ال 1080 دول بتاعت ال 50 واحده بس يعني انا تكلفه ال 50 واحده هم ال 1080 ولا لا؟ واحد يقول لي اه ولا لا؟ انت كنت نايم ولا ايه؟ ال 1080 دول بتوع 50 واحده؟ يعني ال 50 واحده اللي انا انتجتهم دول الاجمالي 1080 دول بتاعتهم؟ ال 60. ايوه بتوع ال 60 بالظبط كده. ماشي يا استاذ احمد. بص بقى احنا اتكلمنا في ايه؟ اتكلمنا ان احنا انت كنت واقف منين طيب؟ عشان نشرح بسرعه كده ما تعطلناش. ال 1080 طب ال 1080 اللي هو التكلفه الصناعيه اللي احنا صنعنا بيها. صنعنا كام واحده دلوقتي؟ صنعنا 50 واحده. كل عامل هيصنع خمسه ويتبقى معاه متر يصنع ايه؟ ما يبقاش كامل. متر واحد مش هيكون كامل. هيشتغل على نص ساعه واحده بس. فمش هيبقى كامل. يبقى صنعنا كام؟ صنعنا 50. ال 1080 دول مش بتوع 50 دول بتوع ال 60. بتوع ال 60 واحد. طب احنا عايزين نحسب دلوقتي تكلفه الايه؟ ال 50. نقدر نحسب تكلفه ال 50 واحده؟ نطلعها من ال 1080 دول ولا لا؟ نقدر نحسب ال 50 واحده اتكلفوا كام ولا لا؟ ال 60 دول اللي هم ال 10 اللي مش كاملين، في 10 وحدات مش كاملين، وفي 50 كاملين. لا احنا قلنا ال 83 دول بتوع 50. 900 جم ازاي 900؟ طيب بص بقى هنحسبها ازاي. بص هنحسبها ازاي. دلوقتي اجمالي التكاليف الصناعيه بتاعتي 1080، خلاص احنا متفقين على كده مفيش كلام. انا دلوقتي عايز اعرف تكلفه الوحده الواحده كام؟ الوحده الواحده المصنعه بصنعها بكام؟ بصنعها بكام؟ اول حاجه تاخد ماتيريال ثلاث او هتقسمها لوحدها هنا اهو. الوان يونت بتتصنع ازاي؟ بتاخد 1 متر قماش المتر ب 3 جنيه صح كده؟ ما فيهاش مشكله دي يبقى 3 جنيه من الماتيريال. وبتاخد لا انا اتفصل بس. وبتاخد قد ايه كمان؟ ايوه بالظبط كده 50 واحده كامله و10 واحدات تحت التدريب مظبوط. 3 متر كامله ماتيريال. وبتاخد ايه تاني؟ وبتاخد كام بقى من العماله؟ بتاخد من العماله الوحده الواحده بتتصنع في ساعه. ايوه ساعه ونص من العماله. الوحده الواحده بتتصنع في ساعه ونص والساعه من العماله تكلفتها 5 جنيه يبقى تكلفه الوحده من العماله 7 ونص. قلناها فوق اهو. قلنا فوق ازاي بتتحسب الايه؟ الوحده الواحده من العماله 7 ونص يبقى هتتكلفني 7 ونص من العماله. طيب وهتكلفني قد ايه من تكلفة الصناعية غير مباشرة؟ ده من النوم. طيب هتكلفني قد ايه بقى من تكلفة الصناعية غير مباشرة؟ لا من 6.25. 6.25 ده للساعة الواحدة. احنا قلنا الساعة الواحدة بتتكلف اوفر هيد 6.25، لكن الوحدة الواحدة ايه؟ بتعوز ساعة ونص. الوحدة الواحدة بتعوز من العمالة المباشرة ساعة ونص، فبالتالي 6.25 ده هضربها في 1.5 هتطلع كام؟ 9.375 اللي احنا حسبناها دي. يبقى 9.375 من ايه؟ من الاوفر هيد. يبقى اجمالي التكلفه الصناعيه ده بوصل ليه دلوقتي بقى؟
اللي قصدي تكلفة الواحدة هتكون قد ايه بقى؟ 19 ماشي 19 فاصل كام؟ 8.75 كله كده واضح جت ازاي 19 8 5 7 دي ولا في حد مش واضحه من ليه؟ كل الناس واضحه ليهم ولا في حد مش واضح؟ طيب تمام يبقى احنا قلنا الوحده الواحده بتحتاج 3 ماتيريال ماشي ليه؟ لان المتر الواحد ب3 وهي الواحده بتحتاج 1 متر وبتحتاج 7.5 من الليبر ليه؟ 7.5 من الليبر لان الاور الواحد او الساعه الواحده بتحتاج 5 جنيه والواحده بتحتاج ساعه ونص فساعه ونص في او 1.5 في 5 هتطلع 7.5 7.5 للواحد طب بتحتاج قد ايه من الاوفر هيد؟ قلنا الاوفر هيد كام؟ 6.25 للساعه قسمنا 15000 فوق اهو ده احنا حاسبينها لوحديها حتى 15000 على 2400 ساعه خلال الشهر طلع لي 6 وربع الايه؟ بالساعه الواحده 6 وربع ساعة ونص برضه طلعت 6.975 اجماليهم يطلع لي 15.875 لو ضربناهم في 50 مش يطلع لي تكلفة البضاعة المصنعة ايوه كوست الجود مانيفاكتشرنج لو ضربنا 19.875 وضربناهم في 50 مش يطلع لان ال 50 دول هم اللي فعلا تم انتاجهم يعني انا لما اجي كل يوم اقول لهم يا جماعة انتوا انتجتوا قد ايه لازم يقولوا لي 50 يعني لازم يقولوا لي والله احنا طلعنا النهارده 50 وحدة من ايه؟ من كل جود انفنتوري طب تكلفتهم قد ايه؟ انا لازم ابقى عارف تكلفتهم اكيد 19.875 في يوم يبقى اذا تكلفه الواحد هتكون كام دلوقتي؟ او تكلفه البضاعه المصنعه هتكون كام؟ هتكون ال 50 اللي هم الفينش يونت بقى الفينش يونت الفينش يونت دول 993.75 تمام اللي هم كام الفينش يونت ده اللي هم 50 وحده كاملين 50 وحده كاملين خلاص عرفناهم جبناهم ازاي في كام في الرقم ده اللي هو 19 875 هيساوي كام؟ 993 75 طيب ال حد بقى ممكن يقول لي ال 10 وحدات الانتاج تحت التشغيل اللي هم ما خلصوش دول تكلفتهم كام؟ ايوه نطرح من 1080 بالظبط كده يبقى اجمالي التكاليف الصناعيه بتاعتي 1080 منهم 993 و75 هم تكلفه ال 50 وحده اللي تم انتاجهم يبقى المتمم الباقي هيخش انتاج تحت التشغيل هو كان ده اللي هو الورك بروسيس انفنتوري الورك بروسيس هنا اللي هو المخزون بقى هو مخزون هو احسن مخزون اللي هو كام وحده؟ 10 وحدات مظبوط غير كاملين طالما ورك بروسيس كان غير كاملين هيساوي كام؟ 86 فاصل 25 اللي هو المكمل يبقى لو فتحنا حساب عايزين نفتح حساب بقى للورك بروسيس عشان نفهم احنا عملنا ازاي الكلام ده لو فتحنا حساب اللي هو حساب الورك بروسيس نفتحه ازاي نعمل دي كده نفتح حساب كده ورك بروسيس سميه ورك بروسيس اهو.
الجانب المدين بتاعه هنحط ايه؟ في الجانب المدين بتاعه هنحط حتى لو عملنا دي كده الجانب المدين بتاعه هنحط ايه؟ هنحط التكاليف الصناعية كلها اللي اتقفلت فيه صح؟ يعني هو كان كله ويت بروسيس 180 و400 و500 كلهم هيتحطوا فيه. يبقى هنحط هنا ايه؟ ال 180 وبعد كده ال 400 وبعد كده مين؟ ال 500 دي كلها اجمالي تكلفة الصناعة بتاعتي. هنا ايه اللي هو ايه الدايركت ماتيريال وهنا الدايركت ليبر وهنا الاوفر هيد. تمام اجمالهم 1080 نتج عني ايه؟ نتج عندي حاجتين اللي هم ايه؟ اللي هم الناس شايفه الكلام اللي انا كتبته ولا لا؟ طيب نتج عندي ايه؟ نتج عندي حاجتين ايه هم؟ يا اما بضاعه اتكملت يا اما بضاعه استنت انتاج تحت التشغيل، اللي كمل اللي هو مين؟ اللي هو اللي كان قيمته كام؟ 993.75 خلاص وايه تاني وال 86.25 اللي هو المكمل بقى ده ايه؟ ده فينش يونت بضاعة كاملة انفنتوري طبعا وده ورك ان بروسيس ده اندنج بقى اندنج ورك ان بروسيس وده طبعا ايه حساب متمم يعني متمم يعني قفل لكن انا دلوقتي هبدا ايه هبدا اصنفه طبعا الترصيد طبعا هيكون كام الاجمالي طبعا هيكون 1080 حساب عادي جدا يعني ما فيش اي حاجه 1080 هنا طبعا 1080 هنا تمام ايه اللي حصل ايوه ده حساب يوم واحد شفت بقى يوم واحد عملنا الكلام ده كله منتج واحد وماتيريال واحد ايه اللي حصل قفلنا في الوركينج بروسيس ايه 1080 دايركت ماتيريال 400 دايركت ليبر 500 اوفر هيد وطبعا الاوفر هيد دي اوفر هيد مقدره زي ما احنا قلنا يعني تكاليف صناعيه غير مباشره مقدره مش فعليه اجماليهم 1080 1080 دي ايه هي اجمالي تكلفة الصناعية غير المباشرة حط كوست عادي يعني في الاكسبنس عادي في جانب المصروفات عادي انت هتصنف مصروفات في مصروفات صناعية وغير صناعية هي تحت المصروفات الصناعية مصروفات صناعية
في مقدر وفي فاعل، في فاعل وفي مقدر، والاثنين بيتقابلوا في بعض، وهنشوف دلوقتي ازاي بيتقابلوا في بعض. اصبر بس عليا. خلاص يبقى احنا قفلنا كل ده. المقدر مع الفاعل اللي يكون مع بعض، اللي يكون مع بعض نفس يعني بياخدوا حسابين عادي. المقدر ده بيتحط في الدفاتر عادي خالص، وبيتحط بس بيتقفل بقى، يعني انا اجي اعمل قائمه دخل ببدا اقفله في الفعل، الاثنين بيتقفلوا في بعض، والفرق بينهم ببدا بقى اشوف الفرق بقى عامل ايه. هنشوف دلوقتي هنعمل ازاي. لا ما بتعملوش كحساب واحد، كل واحد من لوحده، الفعل لوحده والمقدر لوحده. لا لا لا، مش الاثنين مع بعض، مش الاثنين في حساب واحد، ده لوحده وده لوحده. ده بسميه اوفر هيد ابلايد. ابلايد اما نقرا في الماتيريال هتشوف. الثاني اوفر هيد كنترول. الاثنين مع بعض في الكوست، الاثنين كوست. دلوقتي انا عملت ايه؟ قفلت كل التكاليف الصناعيه اللي هي 1080. طلع ايه؟ طلع 50 واحده كاملين عرفتهم، والباقي ان المرسيس 86 وربع ده كان مكمل. بس انا عايز افسره دلوقتي بقى، يعني 86 وربع دول دلوقتي عايز اعمل لهم تحليل، يعني دول منين ال 86 وربع دول؟ اللي هم ال 10 ساعات دول، اللي هم ال 10 وحدات اللي هم الغير كاملين دول، جم ازاي؟ هبدا افكر جم ازاي؟ هبدا افتح هنا 86 وربع دول، هم عباره عن ايه؟ فيهم الثلاث تكاليف طبعا، يعني هم محملين بالثلاث تكاليف، عباره عن ايه؟ عباره عن ماتيريال صح ولا لا؟ ماتيريال اول حاجه ماتيريال. طيب الماتيريال ده عباره عن كام؟ كام متر هم؟ ال 10 وحدات دول كام متر؟ هم 10 وحدات كام متر قماش؟ ال 10 متر قماش تكلفة المتر الواحد 3 جنيه، يبقى اذا ال 86 وربع دي تكلفتها من المواد 30 جنيه، سهلة خالص يعني. دي سهلة. 30 جنيه من الايه؟ من المتارك. طيب، تكلفتها دي من الليبر بقى. أبو ممكن يقول تكلفتها قد ايه من الليبر؟ 25 25 10 5 10 7 ونص. جبتها ازاي 25 ده في الصدر؟ قول لي كام في كام؟ الاول علشان بص اما تيجي تحلل اي حاجه 75 ازاي اذا كان اساسا الكل 86 وربع؟ وانت دلوقتي خدت 130 يبقى ازاي هتدقق 75 بالعقل يعني؟ 5 في 10 5 في 10 بتساوي 5 في 5 25 5 5 ايوه نص ال 10 ساعات 5 25 مظبوط مظبوط. انت الاول حطيت كده ازاي؟ لازم تعرف كل واحده خدت قد ايه من الساعات، من ساعات العماله. انا عندي 10 عمال اشتغلوا نص ساعه بس، مش احنا متفقين ان هم اشتغلوا نص ساعه بس زياده؟ هم دلوقتي خليتهم ما يكملوش الوحدات، ففاضل ساعه كمان، المفروض ساعه كمان علشان ينتجوا الوحده دي، الوحده الزياده دي المفروض كانوا ينتجوها في ساعه ونص، هم اشتغلوا نص ساعه بس. النص ساعه دي تكلفتها قد ايه من العماله؟ العماله بتاخد 5 جنيه في الساعه، يبقى اذا النص ساعة تكلفتها 2 جنيه ونص، أيوه نص ساعة تكلفتها 2 جنيه ونص، وهم كام وحدة؟ وهم 10 وحدات، كل وحدة خدت إيه؟ خدت نص ساعة، يبقى 10 وحدات 2 ونص يطلع كام؟ يطلع 25. 25 من الإيه؟ من الليل. كله كده فاهم 25 جت منين ولا لأ؟
يا سيدي، ما احنا قلنا ان هم شغالين 8 ساعات، ال7 ساعات ونص هيعملوا 5 وحدات، كل واحد هيعمل 5 وحدات، 7 ساعات ونص كل واحد هيعمل 5 وحدات، وهيتبقى نص ساعة. هم شغالين 8 ساعات، هيتبقى نص ساعة، هيبدأوا يشتغلوا على المتر السادس، يشتغلوا فيه نص ساعة بس، نص ساعة بس. فالنص ساعة دي بياخدوا فيها كام؟ بياخدوا فيها 2 جنيه ونص، وهم 10، يبقى 2 جنيه ونص في 10 ب 50، 25. كله كده فاهم ولا في حد وقع منه حاجة؟ أنا حاسس إن في ناس نايمة. ايوه، النص ساعه دي بتاعت المثال تحت التشغيل. الناس صاحيه ولا لا؟ استاذ عثمان فاهم ولا مش فاهم؟ لو طلعت فاهم يبقى ان شاء الله كل الناس فاهمه باذن الله. ان استاذ عثمان عنده مشكله في الانجليش ومشكله في التكاليف وكده. استاذ عثمان شكله مش قاعد اساسا. نص نص ليه بس؟ انت لو ذاكرت ان شاء الله المحاضره على واحده واحده مع نفسك هتفهم. هو الموضوع بيبقى صعب على الناس بس شويه، علشان اول مره يشوفوا حاجه عمليه، يعني اول مره يشوفوا حاجه بتتعامل بصوره عمليه. كل الناس خدت الموضوع من جانب نظري ومن جانب منتج سين ومنتج صاد، ودخلوا ماتيريال جيم ودخلوا ماتيريال عين. الكلام ده كله طبعا فاشل، لان الشغل العملي بيبقى اصعب. طيب خلاص، فهمنا ازاي الليبر تكلفته 25. نخش بقى في الايه، في الاوفر هيد. نفس الكلام، نفس الكلام بقى. الاوفر هيد هتشتغل ازاي؟ الاوفر هيد ان هي اشتغلت نص ساعه، النص ساعه لكل ال 10 من، يبقى انا معنى كده ان انا نص ساعه في 10 عمال، يبقى اشتغلت اكيد اشتغلت 5 ساعات. اشتغلت 5 ساعات، كل واحد ساعة ونص بس. خلاص الوقت ما كملش، ما هو الوقت خلص. الراجل بيخلص 8 ساعات ويخلص، هو اشتغل 7 ساعات ونص، خلص فيهم 5 وحدات، اتبقى نص ساعة كمل فيها حتة من الوحدة الستة، ما كملهاش. يعني جه على الستة واشتغل على نص ساعة بس. تمام كده ولا ايه؟ مين اللي قال 15 ساعة ده؟ 8 ساعات بس، ما قلناش 15 خالص. 8 ساعات للعامل الواحد. وأنا طبعًا هنا بشتغل لكل عامل لوحده، لو اشتغلت بالتوتال مش هينفع. الربع دي هتبقى المكمل، بس أنا عايز أعرف جت إزاي ال 31 وربع دي؟ ما هي المكمل 86 وربع، ناقص 30 ناقص 25 هتطلع 31 وربع. جت ازاي؟ قلنا ان هم اشتغلوا نص ساعه، هم 10 عمال، يبقى اشتغلوا 5 ساعات. اكنهم بالظبط اشتغلوا 5 ساعات. 5 ساعات وانا حاسب اوفر هيد للساعه الواحده كام؟ لو تفتكروا فوق اهو، حاسب اوفر هيد للساعه الواحده كام؟ 6 وربع. يبقى 6 وربع في 5 ساعات يطلع لي كام؟ يطلع لي الرقم اللي هو 31 وربع. خلاص فهمتوا الحته دي ولا ايه؟ كل حاجة لازم تتحلل كده، يعني كل حاجة لازم تتعرف هي جت ازاي. يبقى الاوفر هيد دلوقتي بكام؟ 31 وربع. لا يبقى اتفرج بقى في ال 20 دقيقة في حالها، اتفرج بقى على اليوتيوب إن شاء الله. ايوه، هما كانوا 5. ما تنفعش ده تحسبها بالتوتال، لو حسبتها بالتوتال هتبقى غلطان. يعني انت لو جيت تحسب بالتوتال هتبقى غلطان، لازم تحسبها كل عامل لوحده. لازم تحسب كل عامل لوحده، ليه؟ عشان كل عامل لوحده هتفرق معاك. يعني احنا افترض مثلا ان احنا عندنا 30 عامل، لو 30 عامل وحسبت بالتوتال هيطلع ال 10 هيطلع الانتاج تحت التشغيل وحاجات كامله، لو هيطلع معاك في التوتال غلط. يبقى انت لازم تحسب كل واحد لوحده. تمام؟ يبقى الاوفر هيد 31 وربع. ان شاء الله كل الناس لما تسمع المحاضره على اليوتيوب هتفهم باذن الله.
هو الموضوع بس بيبان انه صعب، لان يعني فيه تدخلات كتير وشغل يعني. بس لان خلي بالكم احنا كل ده بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في منتج واحد وماتيريال واحد. لا مش مهتم، انما احنا حسبناها جبناها ازاي؟ مش هتحسب مكملات دلوقتي. انت دلوقتي حسبت الاوفر هيد ازاي؟ قلنا ان العمل الواحد هيشتغل نص ساعه وهم 10 عمال، يبقى 5 ساعات وضربناها في الاوفر هيد الساعه الواحده. فطلعت 31 ونص. طيب كده احنا خلصنا. طبعا ال 86 وربع دي هتروح فين؟ 86 وربع دي هتروح فين؟ لو انا بعمل قايمه يوميه، طبعا انا ما بعملش قايمه يوميه طبعا. لو انا بعمل قايمه يوميه هتروح البالانس شيت. ايوه رصيد. انما انا ما بعملش قايمه يوميه. يعني انا هو حساب موجود معايا اه في البالانس شيت، لكن تاني يوم على طول ايه؟ هشتغل عليه. تاني يوم هشتغل عليه. ايوه. تاني يوم هعمل ايه بقى؟ يعني انا تاني يوم هعمل ايه؟ طب حد يقدر يقول لي تاني يوم هدخل كام متر ومشي؟ طبعا هيقول لي هدخل كام متر ومشي تاني يوم، ده يبقى فارس بقى. يبقى كده هو فاهم انا قلت ايه. كل اللي احنا قلناه ده فاهم احنا عملنا ايه. تاني يوم لو قال لي كام متر ومشي يبقى فارس. 40 متر على اساس ان هتدخل 4 متر كل عامل. حد عنده فكره ثانيه؟ اول يوم 65، ثاني يوم دخل كام؟ الله يفتح عليك يا استاذ صبري، استاذ صبري بصحصح 50 مظبوط. ندخل 50، ليه ندخل 50؟ لان انا كل يوم بدي عندي نص ساعه. انا كل يوم بدي عندي نص ساعه كده ملهاش لازمه، بطلع 5 وحدات لكل عامل وبيتبقى عندي نص ساعه. فبالتالي انا خلاص اوريدي عندي وحده ما كملتش، انا عندي وحده ما كملتش اشتغلت على نص ساعه بس. فاليوم اللي بعده برضه نفس الفكره، هدخل 5 متر كل عامل هيتصنعهم، والوحده اللي مش كامله دي حتى يكمل نص ساعه كمان، بدل ما يبقى اشتغلنا عليها نص ساعه يبقى اشتغلنا عليها ساعه. مظبوط؟ وضحت ولا مش وضحت؟ تاني معلش تاني. انا دلوقتي اول يوم عملت ايه؟ اول يوم عملت ايه؟ انت كل شويه عمال تنط عايز تفهمني انك فاهم يعني يا استاذ صبري. ماشي. ايوه كل 3 ايام هيبقى عندي 10 وحدات كمان. مظبوط مظبوط. انا دلوقتي بقى عملت ايه؟ اليوم الاولاني دخلت 6 متر لكل عامل، عمل لي 5 متر ودق عندي 1 متر اشتغل على نص ساعه. مظبوط ولا لا؟ اشتغل 7 ساعات ونص، 7 ساعات ونص على 1 ونص يديني 5 وحدات. 5 وحدات كاملين وواحده مش كامله. اشتغلنا فيها نص ساعه، يبقى اكيد اليوم اللي بعده هيبقى نفس الفكره. 5 وحدات كاملين وواحده كامله مش كامله. الواحده اوريدي موجوده معايا، يعني انت تحت التشغيل اوريدي موجود فيه الوحده دي. موجوده. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ مش هدخل بقى حاجه تاني، مش هدخل امتار تانيه بقى. هعمل هدخل الخمسه اللي هيكتملوا بس، والنص ساعه الزياده هتشتغل على الوحده اللي ما اكتملتش. مظبوط ولا مش مظبوط؟ كده واضحه ولا مش واضحه؟ لا انا عايز كله يبقى عنده اتفاق على انه هو واضح. طيب السؤال دلوقتي ده، هل انا ابدا اول ما اصنع الوحدات اللي من الوحده اللي ما كانتش كامله؟ اه ان شاء الله لما تسمع في الجراف بيوضح. دلوقتي بقى السؤال، هل انا ابدا اشتغل على الوحده اللي مش كامله الاول ولا هشتغل على الوحدات الجديده الاول؟ يعني بالعقل هيقول ايه؟ بالعقل هيقول ان ايه اللي احنا شغالين في الصناعه دي، اكيد المتر والماشي اللي موجود على المكنه هشتغل عليه الاول، مش معقول هشيله وهو لسه ما خلصش وهبدا اشتغل في الجديد وبعدين ابدا. بس برضه ده بيتوقف على ايه؟ الوحدات القديمه، ده بيتوقف على طريقه التعامل مع المخزون. هل انا شغال بفايكو ولا شغال بلايكو؟ اللي هو الفيرست ان فيرست اوت ولا الماست ان فيرست اوت؟
اللي هو الوارد اولا صادر اولا، ولا الوارد اخيرا صادر اولا؟ عندكم فكرة عن الموضوع ده ولا الناس ما سمعتش عنه؟ انت سمعتك كويس والله. لو انا شغال بالنظام الاولاني اللي هو الفيرست ان فيرست اوت، اللي هو الوارد اولا صادر اولا، يعني معنى كده ان انا اي حاجه قديمه اشتغل عليها الاول. يعني الوحده اللي هي مستنيه معايا في الانتاج تحت التشغيل دي هبدا اصنعها الاول، وبعد ما اصنعها هبدا اشوف الجديد اللي هم الخمس وحدات اللي جولي، اللي هم الخمسه متر الجولات اللي جولي، مش هبدا اشتغل فيهم غير لما اشتغل في الايه؟ في القديم الاول، ده الفيرست ان فيرست اوت. هناخد الكلام ده بالتفصيل بس انا اديكم نبذه عنه يعني. الجزء الثاني اللي هو اللاست ان فيرست اوت اللي هو اللايفو، بعمل ايه؟ بشتغل على الجديد الاول، يعني الخمس وحدات الجداد اللي جولي الاول ببدا اصنعهم، وبعد كده ابدا اصنع القديم اللي هو ما كانش كامل، اللي هو الايه؟ الوحده اللي هتشتغل على نص ساعه دي، ابدا ازود على نص ساعه كمان. فالاولاني هعمل ايه؟ النص ساعه اللي انا اشتغلتها هتاخد لها ساعه، صح؟ تاخد الساعه دي يبقى لي كام؟ 8 ساعات، يبقى لي 7 ساعات. له علاقه بالتكلفه، له علاقه بالتكلفه طبعا. ما هو طالما له علاقه بالتكلفه يبقى ليه علاقه بالتصنيع طبعا. ما هو انت لما اي طريقه من الاثنين هيتوقف عليها بقى انت هتتكلم بكام؟ يعني على حسب الطريقه اللي انت هتستخدمها التكلفه بتاعتك هتتاثر، وبالتالي ربحك هيتاثر وحاجات كتير يعني. بس احنا هناخد الكلام ده قدام ازاي بنعمله ان شاء الله. المهم دلوقتي اللي انا بقوله ان احنا لو اشتغلنا الطريقه الاولانيه خلاص هنبدا نعمل ايه؟ نبدا نصنع الاول. ايوه ده الطبيعي، لان ده طبيعه النشاط. انما في انشطه ثانيه ممكن ما يبقاش طبيعي. يعني في انشطه ثانيه، نشاط تاني ممكن ان انا ما ابداش بالقديم وابدا بالجديد. بس الطبيعي، الطبيعي ان معظم الانشطه بتبدا على القديم الاول اللي على المكنه، وبعد كده نبدا نصنع الجديد. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اولا هعمل ايه؟ اول حاجه هشتغل، هعملها لكم كده بالايه؟ بالارقام، علشان برضه الناس تبقى واضحه معاها، عشان برضه اللي عنده مشكله تبقى خلاص انتهت. اول حاجه هعمل ايه؟ انا عامل الوحده دلوقتي اشتغل عليها ايه؟ 1 يونت. الكلام ده كل عامل ماشي، وبعدين كنت هضربه في 10، يعني انا هعمله ده لكل عامل ماشي. 1 يونت فيها كام دي؟ فيها كام دي؟ فيها نص ساعه. اشتغلنا عليها ايه؟ نص ساعه. انا لسه ما اشتغلتش الثمان ساعات الجداد، انا لسه ما اشتغلتش الايه؟ الايه؟ الثمان ساعات الجداد. بعد كده هعمل ايه؟ فاضل لها قد ايه دلوقتي؟ فاضل لها قد ايه الوحده دي؟ فاضل لها ساعه. ايوه يبقى فاضل 1 اور كده. ايه كده؟ اكتمل. هبدا في الجديد بقى، الوحده الثانيه تاخد قد ايه؟ اشتغلت لكم شغل ابتدائي اهو. الواحدة الثانية تاخد قد ايه؟ ساعة ونص. الواحدة الثالثة ساعة ونص برضه. الواحدة الرابعة ساعة ونص برضه. الواحدة الخامسة ساعة ونص برضه.
هقول لك انا بحسب ايه دلوقتي. خلاص تمام. يبقى ايه الوحده السادسه؟ هل هتاخد ساعه ونص ده ولا لا؟ يبقى انت بتتوقف بقى على ايه النوم بتاعك. انا دلوقتي كان عندي واحده فيها نص ساعه اوريدي. خلاص انا ابتديت اليوم بتاعي من ايه؟ من اول هنا، من اول الساعه دي. خلينا نكتب الاول نص وبعدين ايه ان شاء الله هتاخد واحد ساعه. يلا بالبلدي كده اهو. انا عملت ايه الاول؟ كان عندي واحده اللي هي في الانتاج تحت التشغيل لكل عامل، اللي هم 10 عمال فهم 10 وحدات فيها نص ساعه. لا طبعا يجي لها اسئله زي دي ازاي طبعا؟ هو انا بدي لكم الشهاده يعني الفكره دلوقتي ان انا ادي لكم الشهاده ولا ادي لكم حاجه تعرفوا تشتغلوا بيها؟ ما انا ممكن دلوقتي اقرا لكم الماتيريال وشكرا وخلاص. سهل جدا ان انا اقرا الماتيريال وافهمكم اللي في الماتيريال وخلاص على كده. لا الاختبار العملي ما يبقاش فيه الكلام ده، بس دلوقتي انا بتكلم على ان انت ازاي تفهم شغل عملي. شغل عملي فيه ارقام وفيه ساعات عمل وفيه الكلام ده كله. الوان يونت دلوقتي فيها نص ساعه. انا مش شغال، انا خلاص النص ساعه دي خلاص هبدا من اول واحد، من وان اور دي، من اول وان اور دي هبدا اشتغل ايه؟ هبدا اعد الثمان ساعات بتوع اليوم الجديد اللي هو اليوم الثاني. الوان اور دي شغال كملت الوحده دي عشان هي عايزه ساعه ونص، يبقى دي واحد. الوحده الثانيه خدت ساعه ونص، يبقى دي كده ايه؟ يبقى كده كام؟ ساعتين ونص. مع ساعه ونص الوحده الثالثه ساعتين ونص، وساعه ونص كام؟ اربعه. مع الوحده الرابعه ساعه ونص كمان يبقى خمسه ونص. مع ساعة ونص كمان يبقى دي كده كام؟ سبعة. يتبقى ساعة واحدة عشان هما ثمان ساعات. الثمان ساعات الساعة الواحدة الأخيرة دي هتنتج إيه؟ هتنتج الوحدة السادسة ومش هتخلص. يعني الوحدة السادسة هتاخد ساعة بس ويتبقى نص ساعة مش كاملة. هتبدأ تكمل إيه اليوم الثاني. مفهومة كده ولا لسه في حد مش فاهم؟ أنا جبتها لكم يعني بأقل حاجة أهو. هتجمع دول هيطلع 8، يعني ساعة وساعة ونص وساعة ونص وساعة ونص وساعة ونص وساعة هيطلع 8. تمام؟ اليوم اللي بعده بقى اللي هو اليوم الثالث اللي الأستاذ صبري كل شوية يكتبه، اليوم الثالث بقى هتخلص الوحدة دي. الوحدة الستة دي هتخلص، يبقى اليوم الوحيد اللي أنا هنتج فيه 60 وحدة كاملة، يعني معنى كده إن أنا كل ثلاث أيام في 60 وحدة كاملة هينتج، يعني كل يومين كل يوم بنتج فيه 50 وحدة كاملة، يعني وحدة كاملة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، اليوم اللي قبله كنت برضه منتج خمس وحدات بس لكل عامل، يعني 50 وحدة كاملة. اليوم الوحيد اللي هو هينتج حالتك فيه ست وحدات كاملة هو اليوم الإيه؟ الثالث. كل ثلاث أيام، كل ثلاث أيام حالتك ست وحدات كاملة، كل ثلاث أيام حالتك ست وحدات كاملة، كل ثلاث أيام حالتك ست وحدات كاملة. يعني في نهايه الشهر كمان مش هيبقى عندي انتاج تحت التشغيل، لان هيبقى قفل في ال 30 يوم، وبرضه ال 30 يوم بتقدر نسمع على ثلاثه، يعني مش هيبقى عندي انتاج تحت التشغيل في ايه؟ في نهايه الشهر. واضحه كده ولا لا؟ واضحه ولا الناس نايمه؟ ان شاء الله لما تذاكروا مع نفسيكم وتبداوا تحسبوها كده بالورقه والقلم كده مع نفسيكم هتفهموا. في ناس بتبقى عندها مشكله شويه في الحسابات في دماغها كده، انما لما تمسك ورقه وقلم كده وتحسبها واحده واحده هتبدا تفهم. تمام؟ يعني كل لما تبدا تذاكر المحاضره ان شاء الله على اليوتيوب ابدا امسك ورقه وقلم كده واحسبها هتبدا هتفهم انا بقول ايه. في ناس عندها مشكله شويه في انها تحسب في دماغها، مع ان الموضوع سهل خالص يعني. تمام كده؟ طيب اليوم الثاني ده ايه رايكم لو يبقى واجب ليكم توروهولي على الجروب؟ تعملوه اليوم الثاني، طلعوا لي فينش يونت وطلعوا لي اند ورك بروسيس كده، التكاليف دي تحسبوها لي. تحاولوا يعني كده. تبقى محاولة كده يعني، إن شاء الله تبقى محاولة ناجحة يعني. ما أنا بقول لا عادي يعني، لغاية لما تنزلوا المحاضرة وتذاكروها وبتاع، ابتدوا اعملوا لي اليوم الثاني. أنا خلاص يعني حتى وضحت لكم اليوم الثاني هيبقى عامل إزاي يعني.
وهسهل عليكم برضو ان ايه ان انتوا هتدخلوا نفس الكلام. يعني انا مش عايز برضو يعني اصل انا لو قلت لكم هتعملوا ايه مش يبقى مفيش حاجه هتفكروا فيها، انا عايزكم تفكروا. طب ايه رايكم؟ طب مفيش حد قال لي ماشي ولا مش ماشي، ايه رايكم؟ بلاش بقى شراء وبتاع ديت، احنا خلاص بقى اتفقنا ان احنا عندك مخزون مواد خام عمال بتطلع منه، يعني ما تحطش في دماغك حته الشراء دي. اليوم الثاني خلاص يعني الناس هتعمله وترفعوه لي على الامور على الجروب. تطلعوا لي في اليوم الثاني انت تحت تشغيل هتبقى تكلفته قد ايه وانت مش قد ايه، يعني تصوروا لي الورك بروسيس ده، هتعمل الورك بروسيس ده تصوره لي، لو صورت لي الورك بروسيس دوت يبقى تمام كده، يبقى انا كده خلاص اطمنت عليك. ايوه انا عايزكم تفكروا، انا عايزكم تفكروا بقى ازاي اليوم الثاني ده هتعملوه. وان شاء الله لما تذاكروا المحاضره دي على اليوتيوب ان شاء الله انا متاكد ان انتوا هتفهموا كل حاجه، يعني هي دلوقتي بس الموضوع صعب بالنسبه لكم لان انتوا بتحاولوا تفهموا مع الشرح وكده، فالموضوع بالنسبه لكم صعب شويه، انما ان شاء الله لما تبداوا تشوفوها هتلاقوا ان الموضوع سهل قوي. طيب انا عايز انط الحته دي بقى وعايز اعرف في نهايه المده هنعمل ايه لو ما تبقى التكاليف الفعليه. ايوه طبعا لما تنزل المحاضره تبقوا تشوفوا. طيب انا عايز بس اصل الماتيريال مش هتفهموا حاجه اكتر من اللي انا قلته ده، يعني الماتيريال لا يمكن تفهموا الحته اللي انا قلتها دي، ما فيهاش خالص الحته دي، الماتيريال ما فيهاش خالص الحته دي. انا عايز بس اقول لكم الحته الصغيره الباقيه دي، ولا ايه رايكم؟ ولا نقولها المره الجايه وخلاص؟ احنا شغالين كده تافه تافه يعني. خلاص نقرا ماتيريال والمره الجايه نقول لكم ازاي نقفل الاوفر هيد، ازاي نذاكر الاوفر هيد الفعليه في المقدره. بس المشكله ان احنا هنكتب كل الكلام ده كله تاني المره الجايه. طب ما فيش امكانيه ان احنا ناخد كوبي كده ولا حاجه يا استاذ صبري؟ في امكانيه ان احنا ناخد الصفحه دي كوبي ونشتغل منها المره الجايه؟ اه يعني ممكن برينت سكرين وبعد كده. لا يعني انا عايز يعني ينفع ان انا ارفعها على البورد ونشتغل ونكمل عليها المره الجايه ولا ما ينفعش؟ يعني ما ينفعش؟ طيب ما ينفعش. طب نشوفها حتى، يعني ما ينفعش نشوفها حتى على مثلا على ايوه ماشي وتنزلها لي على المحاضره، ماشي يعني تحطها لي على ملف وورد وتنزلها لي على المحاضره، ايه رايك؟ ايوه ممكن يعني ارفع لي الصوره كلها ونشتغل عليها المره الجايه نفهم ازاي يعني ما ينفعش تتاخد كوبي وبيست كده، يعني مثلا اخدها مثلا كوبي من على الوورد واحطها تاني في بالكامل في على الصفحه بحيث انها تبقى شغاله معانا برضو قدامنا. ازاي تكلفة خط انتاج ايه؟ نزلي اللي انت عايزه على الجروب لو سمحت، ما حدش يشوف حاجة. ازاي طيب؟ طيب احنا نكمل الحتة دي طبعا عشان ما تروحش مننا، وان شاء الله المرة الجاية برضو ايه؟ علشان بس ايه ونعرف المكان على طول، نكملها الحتة دي اللي احنا ايه؟ اللي احنا اللي انا عايز اقولها دي. دلوقتي بقى الاوفر هيد خلال الشهر كله هتبقى كام؟ هتبقى 15000.
15000 دي اجمالي التكاليف اللي انا هحملها على الشهر كله، لان انا هشتغل 2400 ساعه، يبقى خلاص الشهر كله هشتغل 2400 ساعه، فحملت ال 15000 دول. جيت بقى اخر الشهر، اخر الشهر جيت لقيت ان ايه؟ ان التكلفه الفعليه مش زي التكلفه المقدره دي، يعني ال 15000 دول ما طلعوش 15000، طلعوا 16000 بس. التالي طلع 16000. التالي بسميه ايه؟ بسميه اوفر هيد كنترول، اللي هو اللي هو اللي احنا حسبناه المره اللي فاتت. لو تفتكروا المره اللي فاتت احنا قفلنا الاهلاك والايجار والحاجات الفعليه كلها اللي احنا دفعناها، انا قفلناها في ايه؟ في حساب الاوفر هيد، بسميه اوفر هيد كنترول. يبقى ده بسميه اوفر هيد كنترول. ان هو حساب يعني ايه؟ حساب التكاليف الصناعيه غير مراقبه التكاليف الصناعيه غير المباشره. ده الفعلي. ايوه ده الفعلي اللي هو الايه؟ اللي انا بقفل فيه كل التكاليف الفعليه اللي انا دفعتها فعلا، اهلاك وكهرباء وايجار ومواد غير مباشره وامور غير مباشره والكلام ده كله. تمام؟ خلاص يا استاذ صبري مش مشكله بقى خلاص. طلع كام ده؟ طلع 16000. طيب ده بيبقى حساب مدينه، طبيعته مدينه، وهو ده اللي كان بيتقفل في الورك بروسيس لما كنت بشتغل على الفتره، انما انا دلوقتي ما اشتغلتش على الفتره، اشتغلت كل يوم وعملت تقدير للاوفر هيد الثانيه اللي هي بسميها اوفر هيد ابلاي. يبقى دي هسميها اوفر هيد كنترول، والثانيه بقى اسمها ايه؟ اسمها اوفر هيد ابلاي. اوفر هيد ابلاي ابلاي ماشي؟ يعني ايه؟ يعني تكاليف صناعيه غير مباشره مقدره او محمله. تمام؟ ده المقدر، ده اللي اتقفل في الورك بروسيس او ما اتقفلش. هو لما جه اتحسب ده على طول. يعني هو اول ما ابتديت افتحه فتحته في الدايل، لو تاخدوا بالكم. يعني هو ما كانش موجود في الاساس، اللي هو رضا الله ده ما كانش موجود. انا اول ما دخلته في الورك بروسيس دخلته في الدايل. انما ده اول ما هيبدا معايا الورك بروسيس اللي هو الاوفر هيد كنترول ده، اول ما هيبدا معايا هيبدا مدين. يعني اول ما هيبدا معايا هيبدا مدين، لان انا قفلت فيه كل التكاليف الصناعيه غير مباشره. يعني 16000 دي في البدايه كانت ايه؟ كانت جايه ازاي؟ 16000 مدين الى حساب ايه؟ الى حساب مثلا الاهلاك والكلام ده كله احنا اتكلمنا عليه قبل كده. ديبريسيشن، عشان وقت بس كمثال يعني. كمثال مثلا كان 2000 مثلا. كل التكاليف دي كانت مقفوله فيه. كل التكاليف اللي هي زي الديبريسيشن والالكتريستي والرنت والكلام ده كله كان مقفول فيه. هو حساب مدين. وده حساب ايه؟ ده بكام؟ اول ما قفلته ب 500 في الورك بروسيس، وطول الشهر حتى اقفل في الورك بروسيس لغايه ما يوصل 15000. يعني خلال اخر الشهر هيبقى الاوفر هيد ابلاي ده هيبقى بكام؟ هيبقى 15000 اللي هو ده. ده هيبقى ب 15000 خلال بعد الشهر، يعني انا اليوم الاولاني 500، 500 في 30 يوم هيطلع 15000 فعلا. كل يوم 500، يبقى في اخر الشهر هيبقى كام؟ 500 في 30 ب 15000. يبقى ده هيبقى رصيده في الجانب الدائري 15000، والاوفر هيد كنترول رصيده في المدين اول ما عرفته، اول ما ابتديت اصرف واقفل التكاليف فيه لقيته 16000. دلوقتي السؤال ده هعمل فيهم ايه؟ هقفلهم في بعض. يعني انا هبدا اقفل الاثنين في بعض، المدين ده يبقى دائن والدائن يبقى مدين، فالاثنين يروحوا مع بعض. طب الفرق بينهم بقى هيروح فين؟ انا دلوقتي الاوفر هيد كنترول الفعلي طلع ان انا صرفت فعلا 16000. حساب رئيسي. ايوه الاهلاك وخلافه الكلام ده كله. ايوه بالظبط كده. حساب كوست عادي مدين، يعني اي كوست مدين يعني. حساب كوست مدين. انما ده اشوف بقى الابلاي ده ما هوش حساب ايه؟ ما هوش كوست اساسا، ده تقديري. فقفلته فهو اول ما ظهر ظهر ده. ما ظهرش مدين. عشان يتقفلوا في بعض. الاثنين هيتقفلوا في بعض. طيب لما اجي اقفل الاثنين في بعض بقى ال 15000 الابلاي اللي هي ابتديت احملها لغايه اخر الشهر والكنترول، الفرق بينهم هيروح فين؟ ال 1000 الزياده دي هتروح فين؟ ال 1000 الزياده دي هتروح فين؟ هي ليها ثلاث اماكن. ال 1000 الزياده ليها ثلاث اماكن، او مكانين او مكان واحد.
ايه هما الثلاث اماكن؟ الثلاث اماكن يا اما يبقى في الام ورك بروسيس اللي هو مرسوم اللي هو دوت اللي هو مخزون بضاعه تحت التشغيل اخر المده، يا اما تبقى في الفينش جود انفنتوري اللي هو ده الفينش يونتس، يا اما تبقى في الكوست اوف جود سولد اللي هو تكلفه البضاعه المباعه. الثلاثه دول يا اما ممكن ان انا ما يبقاش موجود في الكوست اوف جود سولد، يعني ممكن كل البضاعه اللي انا انتجتها ابيعها وما يبقاش عندي ام ورك بروسيس، فبالتالي ما يبقاش موجود عندي غير الكوست اوف جود سولد بس هي اللي تقفل فيه. فانا اخر الشهر ايه اللي حصل؟ اخر الشهر يعني ايه اللي حصل؟ اخر الشهر اول حاجه مش هيبقى عندي ام ورك بروسيس. احنا قلنا ليه؟ هقول دلوقتي ازاي لحد لما اكلم الناس. مش هيبقى عندي ام ورك بروسيس اخر الشهر، ليه؟ لان احنا قلنا كل ثلاث ايام ايه الست وحدات بيتم انتاجهم، يعني بيبقوا كاملين، فبالتالي في ال 30 يوم الاخر هيبقى ايه؟ بيقبل القسم على ثلاثه، فما بيبقاش مش هيبقى عندي ام ورك بروسيس. ده يعني جاب الصدفه كده. ممكن يبقى عندي فينش شورس وممكن يبقى عندي ايه؟ ممكن يبقى عندي كوست اوف جودز. طب اجمالي البضاعه اللي انا صنعتها خلال الفتره قد ايه؟ حد ممكن يقول لي يعني اجمالي الفينش شورس اللي انا صنعتها خلال الفتره قد ايه؟ ممكن احسبها بكل بساطه اللي هم ايه؟ انا عندي 2400 ساعه، 2400 ساعه من واحده بتحتاج ساعه ونص، يبقى 2400 على ساعه ونص، 2400 على ساعه ونص يطلعوا كام؟ حد ولا حد هيطلعوا 1600 واحدة. 1600 واحدة بالظبط كده. يوم ليه 1600 واحدة؟ أنا اشتغلت في الشهر 2400 ساعة، خلاص عرفت إزاي حصلت ال 2400 ساعة دول اللي هم دول. والوحدة الواحدة بتحتاج ساعة ونص. يبقى 2400 ساعة على ساعة ونص هيطلع إجمالي الوحدات الكاملة 1600 واحدة. وهم كان ليه؟ ما عنديش إنتاج تحت التشغيل. إحنا خلاص عرفنا ليه ما عنديش إنتاج تحت التشغيل. ليه؟ لان انا كل ثلاث ايام ما بيبقاش عندي انتاج تحت التشغيل، يبقى في نهايه ال 30 يوم مش هيبقى عندي انتاج تحت التشغيل. خلاص؟ الناس فاهمه ولا في مشكله؟ لا ما خلناش نعتبر، هو في الحاله بتاعتنا دي ما فيش. تمام؟ فال 1600 واحده دولت اللي هم كملوا دول، هنفترض ان احنا بعنا منها 1500 واحدة. ما ينفعش، لازم تتحسب على اساس شهر، لازم تتحسب على اساس مدة. فانا عندي ايه؟ 1600 واحدة كاملة، هنفترض ان احنا بقى 1500 يبقى 1100، يبقى 1500 واحدة. كوست اوف جود سولد ده اختصار اهو، كوست اوف جود سولد. تمام؟ والايه؟ وال 100 التانيين استنوا معايا في الايه؟ في الفينش يونت. فينش يونت. في الفينش يونت المنتور. طيب دي تكلفتها كام ودي تكلفتها كام؟ حد يقدر يقول؟ كنت بقول صدر 1500 واحد دول تكلفتهم كام؟ عادي جدا انا عارف تكلفه الواحده خلاص الكامله كام؟ تكلفه الواحده الكامله كام؟ 19875. هضربهم في 1500 اعرف الكوست اوف جود سولد كام؟ هضربهم في 100 اعرف الفينش يونت كام؟ تمام كده ولا في حد عنده مشكله؟ يبقى الكوست اوف جود سولد دي تكلفتها 1500 بكام؟ في تكلفه الواحده الواحده اللي هي 19875 هتطلع كام؟ حد حسبها؟ أنا افترضت كده، أنا افترضت إن أنا بعت 1500 و100 استنوا عندي في المخزون نهاية المدة. أنا افترضت كده 29812 ونص ماشي 29000 أكيد الرقم ده 812 ونص
طيب الفينش يونت بقى ده كام؟ في المية، في نفس الكلام، مية في 19.75، لأنها وحدات مائية برضه، هي وحدات كاملة برضه، هتساوي كام بقى؟ 1987.5. تمام، اجمالي دول لازم تطلع اجمالي تكاليف الشهر لازم، يعني لو جمعنا دول مع بعض كده هيطلعوا كام اجمالي دول كده، حد يجمعهم لازم تطلع اجمالي تكاليف الشهر، حد يجمع كده؟ الاثنين مع بعض 31800، تعالى بقى نشوف 31800 دول هتلاقيهم ايه؟ هتلاقيهم 1600 واحده كاملين بماتيريال كام؟ ال 1600 واحده، الواحده لو هتاخد متر واحد يبقى 1600 متر، 1600 3 هتطلع كام؟ 1603 من الماتيريال، 1603 هتطلع 4800، كويس، عماله مباشره سهله دي، اللي هم كام؟ اللي هم 1200 في 10 عمال ب 12000. طيب التكلفه الصناعيه غير مباشره احنا خلاص حاسبينها ب 15000، يبقى 12000 زائد 15000 27000، 27000 و 4800 تطلع 31800، مظبوط. خلاص؟ يبقى لازم اجمالي التكاليف الصناعيه بتاعت الشهر كله لازم تساوي الاثنين دول، ما ينفعش تبقى ما تساويهمش، اللي هم دول المخرجات بتاعتنا دلوقتي، اللي هي تكاليف الانتاج تحت التشغيل و قصدي تكاليف البضاعة الكاملة وتكاليف البضاعة المباعة. سهلة خالص. دلوقتي بقى الفرق بين ال 16000 اللي هم بتوع الاوفر هيد الفعلية وال 15000 اللي هم بتوع الاوفر هيد ابلايد دولت اللي هو ال 1000 ده هيتقفل فين بقى؟ فاحنا عندنا طريقتين. قال لك لو الفرق ده صغير مش كبير اقفلها كلها في الكوست اوف جود سولد، يعني خلي الكوست، يعني خلي القيد عامل ازاي؟ يعني خلي القيد عامل ازاي بقى؟ قول 16000 اوفر هيد كنترول مش اوفر هيد كنترول 15000 الاول مليون، لان ال 15000 ده انا هخليه بديل، هنقفله بديل 15000 اوفر هيد ابلايد تمام. فاضل ايه بقى؟ فاضل ال 1000، ال 1000 اللي هم ايه؟ اللي هم المكمل 1000 هيتقفل كله في كنت الدور صوت. تمام؟ وال 16000 اللي هم بتوع ايه؟ بتوع الاوفر هيد كنترول. يبقى احنا عملنا ايه دلوقتي؟ ال 16000 دي الفعلي اكبر لازم تتقفل دائم، هي مدينه، هي مدينه ماشي، لازم تتقفل دائم، والاوفر هيد ابلاي دائم لازم تتقفل مدينه. يبقى احنا خلناهم في بعض اهو، مين اللي اكتر من مين؟ الاوفر هيد كنترول اكبر من الاوفر هيد ابلاي، ده قد ايه؟ ب 1000. يبقى ال 1000 دي، يبقى احنا كده عملنا ايه؟ يبقى احنا كده اكننا بالظبط عملنا تكلفه اقل من اللازم، يعني كنا المفروض التكلفه تبقى اكتر من كده احنا عملناها اقل، يعني المفروض الكوست اوف جود سولد ده بدل ما هو 29812 كان المفروض يبقى كام؟ يبقى 30812، ال 1000 الزياده ده المفروض كان يزيد عليهم يبقى 30812، لكن احنا كمننا قدرنا تكلفه اقل من اللازم هنزودها. يبقى احنا هنزود ال 1000 دي على الكوست اوف جود سولد لان احنا قدرنا 15000 وهي المفروض كانت 16000. والعكس صحيح طبعا. لو قدرنا
احنا هنا قدرنا اقل من لازم يعني اندر ابلاين، ودي خطر جدا. دي خطر ليه؟ لانك انت هنا ممكن ال1000 دي تخليك تعمل خساره، ممكن بدل ما كنت انت كسبان ب 29,812 لما كنت في جود سولد تزيد بال1000 دي تبقى 30,812، تبقى انت كده حققت خساره. انما العكس ايه بقى؟ العكس بقى لو احنا كنا مقدرين ازيد من اللازم، يعني بدل 15,000 دي كنا خليناها 17 والتالي 16، يبقى ال1000 دي الكوست اوف جود سولد دي هتنزل تحت بقى، هتبقى المتم بتاعها باقي، وبدل ما هي 29,812 تبقى كام؟ تبقى 28,812 ونص. يبقى معنى كده ان احنا كنا مقدرين تكليف ازيد من اللازم ودلوقتي احنا بننزلها. فاهمين النقطه دي ولا لا؟ النقطه دي الناس فاهماها ولا لسه مش فاهماها؟ طيب هو كام واحد بس اللي شغالين والباقي حاسس ان هو نايم يعني مش عارف ليه؟ تاني احنا عملنا ايه؟ قفلنا الاوفر هيد كنترول في الاوفر هيد ابلايد، والفرق طب ما احنا شغالين عامل ايه؟ احنا شغالين نمري. احنا شغالين عامل، اصل المثال طويل قوي واحنا شغالين بقالنا ساعتين في مثال واحد. طيب المره الجايه هشرحها بصوره سريعه، المره الجايه هشرحها بصوره سريعه مش بصوره تفصيليه كده. احنا لو فضلنا ماشيين كده بالنظام دوت ان شاء الله يبقى احنا كده عايزين سنه في الكورس ده عشان نخلص. احنا ماشيين كده تاتا خالص يعني. طب ان شاء الله تفهم. دلوقتي هو ده الحل الاولاني اللي احنا خدناه، ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نقفل كل الفرق في الكوست اوف جود سولد. بس الكلام ده ما بيحصلش غير لما يكون الفرق صغير، طبعا ال 1000 من ال 15,000 و 15,000 فرق كبير جدا، ما ينفعش يتقفل كله في الكوست اوف جود سولد. المفروض ان هو يتوزع على الاثنين دول. فبيتوزع عليهم على اساس ايه؟ يتوزع عليهم على اساس كل واحده فيهم خدت تكاليف صناعيه غير مباشره قد ايه؟ دي الحل الثاني بقى. لا مش على اساس عدد الوحدات ولا الكلام ده. هو عدد الوحدات هتطلع صح برضه. بس مش على اساس عدد الوحدات، هو عدد الوحدات هتطلع مظبوطه، لكن الافضل انك انت تحسبها على اساس كل واحده فيهم تكاليف صناعيه غير مباشره قد ايه. لانك انت لو معاهم بقى الوحده الثالثه بقى اللي هي مين؟ اللي هي التكاليف الصناعيه غير مباشره. قصدي تكاليف الانتاج تحت التشغيل اخر المده، لو دي معاهم الانتاج التكاليف الصناعيه غير مباشره فيهم مش هتبقى متساوي. دي ممكن تبقى فيها تكاليف صناعيه غير مباشره اقل من الاثنين دول. فبالتالي مش هيبقى بقى انتاج عدد الوحدات مظبوط هنا. لكن هنا انت ممكن تحسب على عدد الوحدات تطلع صح. ليه؟ لان التكاليف الصناعيه غير مباشره هنا متحمله على اساس كل وحده مظبوط يعني. فهنا لو احنا شفنا لقينا التكاليف الصناعيه غير مباشره فكنت تدور صورنا هتلاقيها كام؟ سهل، هما 1500 وحده، والوحده بتتحمل بتكاليف صناعيه غير مباشره قد ايه؟ الوحده الواحده بتتحمل بتكاليف صناعيه غير مباشره 9.375 اهي. دي الوحده الواحده لا ولا 9.375 9.375 دي تكلفه التكلفه الصناعيه غير مباشره للوحده الواحده. فلو لو قسمنا ال 1500 على 9.375 دي تطلع ايه؟ تطلع انت ال 1500 دي فيها كام تكاليف صناعيه غير مباشره؟ يعني 1500 واحدة دي أو 1500 واحدة تضربها، قصدي مش تقسمها، ال 1500 لما تضربها في 9.375 اللي هي التكلفة الصناعية غير مباشرة للوحدة تعرف الأوفر هيد في ال 1500 كام؟ تعرف الأوفر هيد في ال 1500 كام؟ بالظبط كده اللي هي هتطلع لو أستاذ صبري حاسبها لنا 14,062 ونص، وهتضرب ال 100 برضه في 9.375 تعرف الوحدات الكاملة اللي هي المخزون نهاية المدة في قد إيه من الأوفر هيد برضه؟ في قد ايه من الاوفر هيد؟ هتطلع تقريبا 93 تقريبا 93 و75%. لو جمعتهم مع بعض هتطلع 15,000. هتطلع نفس الناتج. ايوه بس انا مش عايزكم تعملوا تحسبوها حاجه لوحدها، انا عايزكم تحسبوها بالطريقه دي. يبقى احنا لو عملنا ال 1500 دولت
كده وحسبنا ال 1500 شاسي، لو حسبنا ال فيها تكاليف صناعية غير مباشرة قد إيه زي ما الأستاذ صبري حسبها لك، هتطلع الأولى كام؟ 14000 وكام؟ 14,260 ونص. الثانية طلعت كام؟ اللي هي 100 واحدة 900 وشوية 937 ونص. ببدأ أنا بعمل إيه ويت بقى ليهم؟ يعني ببدأ أعمل إيه ويت؟ يعني بشوف الإيه 907 ونص دي نسبتها كام من 15000 التوتال بتاعتي، يعني 15000 التوتال بتاعتي دي 15000 التوتال بتاعتي دي 937 ونص تمثل نسبه كام منهم؟ وال 14,062 ونص دي تمثل كام من 15000 اللي هي الاوفر هيد اب لاين اللي انا كنت محضرها؟ وعلى اساسها ببدا منين ال 1000 دي؟ ال 1000 دي بحملها بوزعها على اساس الويت اللي هيطلع من الكل ده. فهنلاقي مثلا ان الكلين شيت هتطلع كام بقى الليمت بتاعها؟ 937 ونص على 15000. بالنسبة لحد حصل؟ الأولى دي بتاعت كام؟ الفينش يونتس ستة وربع في المية، مظبوط، ستة وربع في المية الأولانية، ستة خمسة وعشرين، طبعا دي هضربها في إيه؟ هضربها في الألف. اللي هي الألف اللي هي الفرق تطلع لي نصيبها كام؟ نصيبها تبقى 625 قصدي 62 ونص. طب الثانية نفس الكلام بس ايه بقى ال 14,062 ال 15000 برضه. تطلع نسبتها 93.75% في ال 1000 برضه. تطلع كام؟ ان هم ونص. مظبوط هتطلع 39 ونص. ال 1000 داخلين يبقى 937 937 ونص مظبوط. ودي طبعا كام؟ هتبقى 625 بس. يبقى لما جيت اوزع وزعت على اساس ايه؟ تاني معايا الناس فاهمه؟
جيت اوزع، اوزعت على اساس ايه؟ اول حاجه قلت لو كان الفرق بينهم اللي هو عمر رضا الله وعمر كنترول اللي هي 10,000 الفعل و15,000 المقدر، ال 1000 ده لو كان قليل بقفله على طول في قصه جود سول، ما عنديش مشكله فيه. اما لو كان الفرق كبير زي حالتنا دي ما ينفعش اقفلها في الكوست اوف جود سولد. بقى هقفلها فين؟ هقفلها في الكوست اوف جود سولد والفينش يونت الاثنين مع بعض. طب هقفلها على اساس ايه؟ هقفلها على اساس ان انا اشوف كل واحد فيهم كان فيه تكاليف صناعيه ماشيه قد ايه؟ فضربت ال 1500 اللي هم المباع، ضربتها في تكلفه الوحده من التكاليف الصناعيه غير المباشره 9.375، طلع كام؟ طلع التكاليف الصناعيه غير المباشره في الكوست اوف جود سولد 14,260 ونص. طيب وضربت ال 100 واحد في 9.35 ونص يطلع لي كام؟ يطلع لي المفروض دي ما تبقاش 937 ونص، تبقى 93.75. دي 93.75 مخروط، مظبوط ولا ايه؟ عشان تكمل ال 14,062 تبقى انا حاسس الارقام دي مش مظبوطه. الارقام دي مظبوطه يا جماعه ولا ايه؟ انا حاسس انها مش مظبوطه. حد يضرب تاني كده معلش، ال 1500 في 9.375 طيب الفكره مفهومه ان انا بقى بضرب ايه؟ بضرب ال تكلفه البضاعه الصناعيه غير المباشره في عدد الوحدات الكامله اللي هي ال 1500، عدد الوحدات المباعه والوحدات الكامله المخزون نهايه المده، بيطلع طبعا ايه؟ التكلفه الصناعيه غير المباشره لكل واحد المفروض بيقول له يساوي 15,000، بضرب بقسم عشان اعرف نسبتها قد ايه؟ واضربها في ال 1000 يطلع لي نسبتها قد ايه من الفرق؟ الفرق اللي كان بين الابلايد والاوفر والاوفر هيد ابلايد والاوفر هيد كنترول. الفرق بينهم قفلته في الاثنين دول بقى، يعني بدل الكوست اوف جود سولد دي هبقى ايه بقى؟ هتبقى بدل ما هي 1000 في كوست جود سولد بحالها، لا هقسمها بقى هتبقى دي بس 937 الثانية دي كام؟ ستة وربع. أو 2.5 ونص عشان الوقت تمشي. انا بدل ما اقفل في الكوست اوف جود سولد بس لوحدها، قفلت في الكوست اوف جود سولد ويكون الشغل في الفرق اللي هو بين ايه؟ اللي هو بين الاوفر هيد اوف لاين والاوفر هيد كنترول. خلاص كده الناس كلها انا حاسس ان الناس نامت مني. احنا كده خلصنا خلاص ان شاء الله نقرا ماتيريال بقى. تمام ان شاء الله المره الجايه نقرا تاني، ما لحقناش نقرا حاجه، الساعتين بحالهم خدناهم في المثال ده. ان شاء الله انتوا لما ترجعوه برضه على اليوتيوب يعني. طيب هستنى منكم بقى انك تعملوا اليوم التاني بتاع اليوم الاولاني ده، احنا خلصنا اليوم الاولاني عايزين اليوم التاني بقى. الله يخليك يا صباح الله. في حد عنده أي استفسار؟ والله لما الجماعة بقى يخلصوه، الأستاذ صبري يخلصوا، يا ريت يا أستاذ صبري التسجيل بتاع المحاضرة الثانية.
خليك يا استاذ. هنفصل اكتر من كده يا راجل، يعني بقى لنا ساعتين عمالين بنتكلم في الكود، هنفصلها تاني المره الجايه؟ انا كل مره هنتكلم في نفس الكلام. انت ان شاء الله لما تسمعها على اليوتيوب هتفهمها باذن الله. ماشي، الاوفر هيد ان شاء الله. ماشي، هنقراها ماتيريال ونشوف المره الجايه. مش هنشتغل كتير بقى، هنقرا ماتيريال المره الجايه عشان احنا ما قراناش ماتيريال خالص. معلش المحاضره المره دي كانت كتيره شويه يعني. استاذ صبري انت معانا؟ استاذ صبري نعم. خلاص تمام، بس نفس التسجيل يا استاذ صبري بتاع المحاضره دي يكون نفس التسجيل بتاع المحاضره الثانيه عشان الناس تسمع صوت كويس. حد عنده يا جماعة أي سؤال تاني قبل ما نقفل؟ اللهم آمين يا صدق. طبعا بقى انت على الجروب، انت تابع الجروب ان شاء الله هتطلع كمان. طيب اي خدمات يا جماعه؟ يلا السلام عليكم.